تمام، نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب بكم جميعا طبعا واقدم لكم نفسي. انا معاكم النهارده لتقديم الايفنت، انا مهندسه امنيه، واتشرف طبعا اني ارحب بالجميع واقدم لكم ايفنت النهارده مع استاذ دكتور علي عبد الرؤوف، استاذ النقد طبعا، هو غني عن التعريف، استاذ جامعي بجامعه حمد بن خليفه، عن محاضره التراث المعماري الاصيل والمزيف والمنتج للحياه. ومعانا دكتوره شيماء، مدرس بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج ماريوت، وعضو بمجموعة بيم أرابيا، ومهتمة بتطوير التعليم المعماري، ومؤمنة بدور الطالب المعماري في النقد والتطوير المعماري على المستوى المحلي والدولي. ودلوقتي نبتدي مع دكتور علي عبد الرؤوف، الكلمة مع حضرتك. شكرا جزيلا. أنا هعمل من فضلك شير للسكرين. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأول أحب أتمنى لكل حضراتكم عام سعيد وسنة جديدة رائعة ليكم جميعا بإذن الله، وأيضا الحمد لله إن اليوم بيتوافق مع عيد إخواتنا وإخواننا المسيحيات والمسيحيين في مصر، فأيضا بتمنى ليهم كل السعادة وعام مليء بالحب وبالسلام. ايضا كمان ترامب هزم، فدي بتهيألي كمان حاجه المفروض نفرح بيها كلنا ونبقى سعداء بيها، لانها اكيد ليها تاثيرات ايجابيه على البشريه كلها. انا عاجز عن الشكر يا دكتوره شيماء على الدعوه. انا بكتب كتير وبنقد كتير، وهذا النشاط بيجعلني دايما مهمش الى حد ما، فكون حضرتك تفتكريني وتدعوني لعمل هذه المحاضره ده شيء يسعدني جدا جدا. وأيضا أشكر المهندسة أمنية والمهندسة أسماء لجهدهم مع المهندس أخويا العزيز المهندس عمر في التنسيق والترتيب. اللي حضرتكم شايفينه فول سكرين ولا موجود دلوقتي فول سكرين بالنسبة لحضرتكم؟ ممتاز. أنا الحقيقة بكتب بصورة مكثفة، وبكتب في مجالات العمارة والعمران على أطروحات نقدية وأطروحات إبداعية، وأيضا مهتم جدا بقضايا التراث، وبكتب فيها باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. وشعرت كمان أن قد يكون من الجائز أحيانا أن الجهد يقدم بصورة مرئية ومسموعة، فأيضاً بقى أقدم وأسجل كثير من المداخلات بالفيديو اللي تقدروا حضراتكم برضو تشوفوا فيها الأطروحات النقدية اللي أنا بتعامل فيها على مستويات أيضاً معمارية وعمرانية. لقاء اليوم الحقيقة أنا مهتم بيه جداً أن يكون لقاء طارح للأسئلة. أنا سأحاول بقدر المستطاع أن يكون ما أقدمه اليوم لحضراتكم هو تحفيز للتساؤل، هو تحفيز للتفكير من منظور آخر، التفكير من زاوية أخرى. ولذلك أنا اخترت عنوان يعني فيه بعض من الغموض، وهو فكرة التراث المعماري الأصيل والمزيف والمنتج للحياة. هذه الفكرة لها علاقة بترتيب معين سأحاول أن أشرك حضراتكم فيه. سأطرح سؤال رئيسي، ثم سأتكلم على ثلاث مفاهيم هامين، وأيضا سأسقط تصوري هذا على تراث الشرق أوسطي وبالذات المنطقة الخليجية. وأنا مهتم بهذا الطرح لأن بإذن الله بعد المحاضرة في سياق مداخلة الدكتورة شيماء وأيضا مداخلة الأعزاء من الطالبات والطلبة هيبقى التركيز أكتر على السياق المصري، فنقدر نعمل يعني تزاوج وتكامل جيد بإذن الله. ثم سأتحدث أيضا عن فكرة التناقض ما بين، أو ما قد يبدو في بعض الأحيان تناقض ما بين الأصيل والمزيف، وفكرة النسخة وقوة النسخة. وسأحاول أيضا أن أطرح أمام حضراتكم تحليل سريع لبعض الحالات الإقليمية، ثم أنتهي بمجموعة نهائية من الاستنتاجات وأيضا مزيد من الأسئلة. أنا الحقيقة مهتم جدا بفكرة ما هو موقع الإنسان في مشاريع إعادة التأهيل والحفاظ. هل نحن نحافظ
من أجل الإنسان؟ هل نحن نحافظ على فصول مختلفة من تراثنا المعماري والعمراني فقط من أجل هذه المباني وقيمتها، أم أن فكرة الحفاظ تمتد لتخاطب الإنسان، تمتد لتخاطب المجتمع؟ ولذلك أنا مهتم جداً بالثلاثية المفاهيمية اللي طرحتها أو وضحتها في بداية المحتويات المحاضرة. أنا مهتم بفكرة التراث الصادق، لكني أضيف أيضاً أن هناك ما يمكن أن نسميه التراث المزيف، ثم سأشرك حضراتكم في مفهوم أنا الحقيقة قمت بصياغته، وهو الصادق المزيف أو المزيف الصادق، وهل قد يكون هناك إيجابيات لهذه الإزدواجية أم لا؟ لنطور الأفكار أكثر، أنا يهمني أيضاً أن أشرك حضراتكم في فكرة معنى المكان، لأن جزء كبير جداً من جهدنا في مدارس العمارة والعمران أننا نركز على فكرة الفضاء، فكرة الفراغ المعماري، وهي مهمة جداً جداً، وكما يطرح لفيرفر مثلاً أنها مكون يتم صياغته بما نكونه من مكونات مادية. لكن أيضاً هناك مفهوم مهم جداً هو مفهوم المكان، وهذا المكان أيضاً مثله مثل الفضاء غير موجود، لكن المكان لا يمكن أن يأخذ قيمة إلا عندما يكون موجه إلى الإنسان، إلا عندما يكون مصنوع ومنتج ومبدع من أجل الإنسان. أيضاً طرح ممتاز جداً في كتاب من الكتب المهمة في رأيي اللي بتتناول فكرة الفرق ما بين البناء والمسكن، وفكرة البعد الأخلاقي لما نقدمه ونصممه. أنا من الناس المؤمنة جداً جداً بأن العمارة والعمران والتخطيط هي أنشطة يجب أن يتحكم فيها بالمعيار الأول منظومة أخلاقية تنتج ما نبدعه. ولذلك أيضاً أنا أفرق هنا ما بين فكرة المكان الذي نعبره بصورة سريعة والمكان الذي نسكن إليه. أنا أعتقد وأتفق مع ريتشارد سنت هنا أن الفضاء هو مكان يمكن أن نخترقه، مكان يمكن أن نعبره، لكن المكان مكان نسكن إليه ونستقر فيه. هذا يجعلني أتساءل مثلاً وأطرح أمام حضراتكم تساؤل، المسقط العام أو الماستر بلان اللي أمام حضراتكم ده هو لواحد من المشروعات الكبيرة جداً في مدينة الدوحة اسمه المدينة التعليمية، وكل هذه المباني التي أمام حضراتكم هي مباني بنيت تقريباً في آخر 10 سنوات. أنا بسأل سؤال مثلاً مهم هنا، هل هذه المباني تراث؟ هل هذه المباني تشكل قيمة؟ أنا بطرح التساؤل ده وهنحاول نجاوب عليه، يعني حاول أنا أجاوب على جزء منه، وأنا متيقن أن أيضاً في الحوار سنحاول نجاوب عليه بصورة أعمق. هل يحق لدولة أن تضع مبانيها القديمة التي نسميها نحن المباني التراثية على طوابع البريد؟ طب هل ممكن أيضاً أن تضع مباني جديدة وحديثة على طوابع البريد؟ هل هذا تناقض أم أن كل ما ننتجه له قيمة؟ وبالتالي المبنى التراثي قد يكون يجب أن يكون له امتداد زمني في وعينا وفي إدراكنا. وبالتالي عندما ننظر إلى سياق مثل حالة الخليج مثلا، مدن الخليج بتكويناتها المختلفة، بنلاحظ تنوع كبير جدا ما بين اللجوء إلى المباني العالية الناطحات السحاب، بناء المتاحف، بناء الجامعات، بناء الواجهات البحرية، وأيضا نطرح نفس التساؤل، هذا الكم من التنوع، هذا الكم من الشخصيات المعمارية والعمرانية المختلفة التي كلها تبدو لنا ليس لها علاقة بالتراث بمعناه الكلاسيكي في ذهننا، فين المشربيات، فين العقود، فين الأفنية؟ ثم أعود مرة أخرى إلى سؤالي، هل هذه المباني وهذه المداخلات المعمارية والعمرانية لها قيمة في شخصية المكان، أم أنها
طالما أننا أسميناها مباني لا تنتمي للتراث، إذن هي تستحق اللوم وتستحق أن يعاقب من قام بها. الشيء المهم أيضاً اللي يجب أن يدرك في رأيي، وخاصة ونحن نتحدث عن التراث المعماري والعمراني، أن المجتمعات ليست متجانسة، المجتمعات مختلفة ومتمايزة. قد يكون هناك مجموعة من التشابهات، لكن أيضاً قد يكون هناك كثير من التمايزات. وإذا لم نعي هذه الفوارق فنحن لا نتحدث عن المجتمع ولا نفهم المجتمع. فأنا بعتقد عندي واحدة من الفرضيات المهمة اللي بطرحها على حضراتكم اليوم، أنه يجب أن نهتم جداً جداً بفكرة المجتمع المحلي، ونترفع عن التعميم المجتمع المصري، المجتمع الخليجي، المجتمع الشرق أوسطي. أنا عشت في البحرين أكثر من 5 سنوات، البحرين واحدة من أصغر الدول العربية، وفقط خلال هذه الدولة الصغيرة الجميلة تنتقل مسافة 4-5 كيلو من مكان إلى مكان، فتكتشف أن اللغة تختلف. يعني إلى هذا الحد اللغة وبعض الكلمات وبعض المفاهيم وبعض العادات وبعض التقاليد تختلف، لأنك انتقلت من قرية إلى قرية، البعد ما بينهما 4 أو 5 كيلومترات. إذن أنا مهتم أيضاً ونحن نتحدث عن التراث أن نتفهم ما هو به تشابه وما هو به تمايز. دعوني أستعرض مع حضراتكم ما أسميه أنا الحقبات الرئيسية التي حدثت في مجالات الحفاظ على التراث وتقدير التراث. أنا الحقيقة شايف إن إحنا مرينا يمكن بأربع حقبات أساسية. الحقبة الأولى هي ما أسميه حقبة التوثيق، وهذه الحقبة ارتكزت ارتكاز شديد جداً على فكرة أننا يجب أن نوثق ما نملك، لأننا ضحينا بجزء كبير من تراثنا، وبالتالي ما تبقى من هذا التراث يجب أن يوثق، ويجب أن يتم رصده بصورة بدأت بالرسومات مثلاً، ثم التصوير الفوتوغرافي، ثم التصوير ثلاثي الأبعاد. لكن أنا هنا قلق إن إحنا أحياناً بنقع في غرام التوثيق، فنوثق الموثق ونعيد توثيق ما تم توثيقه، وتصرف عشرات الملايين من الدولارات في إعادة ما نملكه بالفعل. يعني تلاقي في نفس، أنا شفت مشروعات في بعض مدن الشرق الأوسط بيتم توثيق نفس المبنى للمرة الرابعة والخامسة والسادسة، بس مرة بتمويل ألماني، ومرة بتمويل أسترالي، ومرة بتمويل أمريكي، إلخ إلخ إلخ. إذن أيضا نريد أن ننتبه إلى هل التوثيق هو نفسه غاية أم أنه وسيلة. الحقبة الثانية في رأيي هي ما أسميها حقبة الحفاظ السلبي، وأقصد هنا بفكرة الحفاظ السلبي أننا اخترنا مجموعة من المباني ووجدنا أنه قد يكون من المناسب ترميم هذه المباني ومحاولة إعادتها إلى حالتها الأصلية، لكن هذا تم باستقلالية كاملة عن السياق العمراني، باستقلالية كاملة عن المجتمع. الحقبة الثالثة بدأنا ننتقل إلى ما يسمى إعادة تأهيل المباني المعزولة عن المجتمع المحلي، بمعنى إن إحنا نتوجه إلى بيت قديم ونرممه ونعطيه وظيفة لم يتم اختيارها من قبل المجتمع المحيط. عادة قد تكون وظيفة مبهرة للسائح، قد تكون وظيفة مبهرة لصفوة القوم. أنا شفت في بعض أنسجة المدن القديمة في العالم العربي مثلاً أن يتم تربيم بيت ثم يتحول إلى مكان لعزف الموسيقى الكلاسيكية مثلاً. أنا لا أرفض هذا، لكن كل ما أقوله في هذه الحقبة الثالثة، هل إعادة تأهيل المباني يجب أن يستمر منفصل عن أولويات المجتمع المحلي؟ هذا الانفصال كيف نلوم المجتمع المحلي على أنه لا يشعر بالانتماء لهذه المباني التي أعيد تأهيلها وأصبحت في حالة أفضل؟ حقبة أيضا مهمة جدا جدا في رأيي في
تطور التعامل مع التراث، وهي حقبة يبدأ فيها الظهور المزيف بصورة أكبر، فكرة القرية التراثية، فكرة القرية الثقافية، فكرة أن نستخدم التراث من مدخل مسرحي، أننا بنشيد خلفية المشاهد لخشبة المسرح، أو خلفية المشاهد لديكور فيلم سينمائي سيتحدث عن دولة المماليك. هنا أيضا أنا أتحفظ على هذه الفكرة التي تؤكد وتوثق فكرة التزييف التراثي. ثم الأهم أن كل هذه المشروعات تتحول إلى مشروعات موسمية، يعني يتم الاحتفاء بها والتفاعل معها في مواسم معينة، في احتفالات معينة، ثم تغلق إلى الأبد إلى حين أن يتم إعادة تفعيلها في مناسبات قادمة. قضية أخرى مهمة جدا أنا يعني أعتقد أنني مؤمن جدا بأهميتها، وهي التفسير الديناميكي للهوية. أنا بندهش أحياناً، وده اللي خلاني أطرح على حضراتكم التساؤلات في بداية المحاضرة، عن أي مبنى من هذه المباني يعبر عن الهوية، أي مبنى من هذه المباني التي بنيت آخر 10 سنوات يستحق أن يسميه تراث. أنا مؤمن بأننا يجب أن نلجأ إلى ما أسميه التفسير الديناميكي للهوية، التفسير الديناميكي الذي يهتم بأن الهوية هي نهج متعدد الطبقات، وأنها ليست فقط فصل تاريخ في تاريخ معين، مبنى معين، عصر معين. أنا أعتقد أن الهوية بمعناها الشمولي هي مشروع حضاري وإنساني وثقافي مستمر، وبالتالي ما نبنيه اليوم هو تراث غدا، وما بني من 10 سنوات هو أيضا له قيمة، وبالتالي يجب أن نهتم بالتراث، ولكن أيضا يجب أن نهتم بما نفعله اليوم، لأن ما نفعله اليوم هو جزء من نسيج الهوية المتراكمة المتعددة الطبقات. أيضا أنا أعتقد أن يجب أن يكون لنا نظرة أكثر شمولية للإنسان، وبالذات أن بعض المدن وبعض الدول في عالمنا العربي وفي الشرق الأوسط أصبح بها يعني موزايك من البشر، وبالتالي هل ننظر للبشر على أنهم تهديد، أم ننظر للبشر على أنهم قيمة؟ هل التعددية الثقافية والتنوع الثقافي في مدينة معينة يجب أن ننظر إليه على أنه قيمة كبيرة وأنها تعطي مزيد من الثراء للمدينة؟ وبالتالي عندما نتحدث عن الهوية نصعد من مستوى حصر الهوية في مجرد السكان المحدودين المنتمين لمنطقة معينة ولدوا فيها أو جددهم فيها، إلى أن نقول قد يبدو أن أيضا من المنطقي أن نستوعب من يسكن في المنطقة، نستوعب من هاجر إليها، نستوعب من يعمل فيها، وكل هؤلاء يتحولوا إلى نسيج بشري غني وبه تنوع ثقافي يضيف إلى التراث ويضيف إلى الهوية ويضيف إلى قيمة المكان. وبالتالي لا نقع في فخ أنا بأسميه مغالطة الهوية الوطنية أحيانا، يعني مثلا ده واحد من الإعلانات عن مشروعات الاستثمار العقاري بيتكلموا مثلا على سحر ريفيرا العربية، يعني أنت بتشعر مجرد الواحد ينظر إلى الصياغة اللغوية للإعلان ويجد كم المغالطات مذهل، يعني ريفيرا وريفيرا إيه علاقتها بالعالم العربي، ثم كيف ستنتج أماكن يعني تستجيب لاحتياجات هذا المجتمع، ولماذا دائما نلجأ إلى الغرب لمحاولة أن نجد لنفسنا شخصية وهوية وطنية ومعمارية. حضراتكم عارفين أكثر مني عشرات المشروعات العقارية في الشرق الأوسط اسمها بالم هيلز واسمها تلال كاليفورنيا واسمها معرف إيه، وكأن هناك عجز على أن نجد في تراثنا، في قيمتنا، في مجتمعنا ما يجعلنا ننتج مشروعات عقارية ومشروعات تنموية مرتبطة بهذا النسيج.
ولذلك أنا أميل إلى فكرة كيف يحدث انصهار ما بين التقليدية والمعاصرة، وهذا الانصهار هو الذي ينتج منصة للإبداع، ينتج أرضية يمكن أن نبدع من خلالها كمعماريين وعمرانيين ومخططين. أنتقل هنا إلى فكرة الأصل والصورة وفكرة الأصل والنسخة. الهرم الأكبر حاجة رائعة وجزء كبير مهم جدا من تراثنا الفرعوني اللي كلنا بنفخر بيه، لكن لما يحصل حاجة زي كده مثلا فندق في لاس فيغاس كلنا بنشعر أو البعض بيشعر بأن ده قلدوا التراث بتاعنا وزيفوا التراث بتاعنا وخلافه، لكن التحليل الأعمق نكتشف أولا أن الصورة تم تقليدها، لكن عدد الناس اللي بيزوروا هذا المكان أكثر من الناس اللي بيزوروا الهرم. طب دي عملية تستحق التساؤل، يعني لماذا أصبح المزيف يقبل عليه الناس؟ المزيف باعتبار أن أنا يعني هستخدم هذا اللفظ، لماذا لا نتساءل كيف أصبح المزيف مهيمن؟ كيف أصبح المزيف أكثر قبولاً من الناس؟ حالة أخرى مثلاً لفكرة الأصل والصورة في برج إيفل تاور في باريس، هنا الأصل، هنا الصورة في لاس فيغاس أيضاً، هنا في دبي في منطقة اسمها فالكون سيتي مدينة الصقور، وهي مدينة كلها يعني نوع من أنواع الفانتسيز المتعددة، يعني فيها البرج وفيها الهرم وفيها سور الصين العظيم وخلافه. أيضا هنا تستخدم الصور بصورة مزيفة، لكن ليست فقط هنا مزيفة، لكن الفانتسي التي تخلق هنا فانتسي ليس لها أصل، الدمج بين هذه المباني ليس له قيمة، ليس له إضافة إلى قيمة المكان. أنت لا تكون تراث ولا تكون معاصرة، وهذه هي إشكاليات هذه النوعية من المشروعات. في الوقت مثلا اللي أحيانا، ودي تجربة الحقيقة أثرت فيها جدا جدا، إن أحيانا الصورة أو النسخة قد تكون لها قيمة إنسانية تتجاوز الأصل. دي حالة من الحالات الرائعة التي شفتها في الهند لعامل بريد بسيط جدا جدا، لكن هذا الرجل فيصل اسمه، فيصل حسن قادري، يعني كان عنده حب واحترام شديد جدا لزوجته رحمها الله، وقرر ان هو يبني لها تاج محل في قريتها، وجمع كل امواله وكل مدخراته من اجل ان يبني لها هذا الضريح، وهو هنا يقف أمامه وحاملاً صورتها. المذهل إن هذه التجربة وهذه الصورة ومستوى المصداقية الموجود فيها نقل هذه الصورة إلى أنها أصبحت أقوى من الأصل. أنا بحاول في هذه الأمثلة أن أقدم لحضراتكم أفكار تتجاوز ما أحياناً نحن مقتنعين به، الأصل له قيمة والمزيف دائماً خطأ. قد يكون أحيانا الأمثلة التي أطرحها تستدعي التوقف وإعادة التفكير. دعوني هنا أنتقل إلى تحليل بعض من حالات الدراسة، وأنا هأركز هنا على ثلاث مدن من مدن الخليج المهمة، لأن إحنا إن شاء الله في الحوار هننتقل إلى القاهرة والإسكندرية، وهركز أيضا لمزيد من تعميم أو توحيد مسطرة القياس على فضاءات السوق، لأن أنا أيضا أعتقد أن السوق وليس فقط المباني، أنا أعتقد أن الفضاءات العمرانية هي من الفضاءات المهمة جدا لفهم التراث ولتفعيل المدينة الشرق أوسطية في سياقها المعاصر. سوق من الأسواق اللي موجودة في دبي، منطقة اسمها مدينة الجميرة، مطلة على الخليج، قريبة من برج العرب، واحد من أهم المباني المميزة في ساحل دبي. عندما تتأمل الصور لهذا السياق يحدث أحياناً خلط في ذهن من يراها، بالذات إذا لم يكن زارها، هل هذا قديم أم حديث؟ هل هذا صادق أم مزيف؟
هل هذه مباني تراثية تستحق الاهتمام أم مباني بنيت من 3-4 سنوات؟ الواقع أن هذا السؤال أنا بأحاول أن أقدم له طرح آخر أو إجابة أخرى، وهو قد يكون الأهم هو ماذا فعل هذا المشروع في حياة الناس؟ ماذا فعل هذا المشروع في حياة المجتمع؟ قد يكون على بعد فقط كيلومترات بسيطة من هذا المشروع مبنى تراثي أصيل وينتمي لحقبة زمنية قديمة تم ترميمه وأغلق، لكن هذا التكوين المعماري والعمراني الذي قد يسميه الكثيرين أنه عمل يقلد بصورة ساذجة التراث القديم، لكن خلق واجهة مائية بديعة للإنسان، خلق فضاءات عامة يتفاعل فيها الإنسان، خلق فيها أنشطة اقتصادية تجعل الإنسان تتفاعل ما بين حرف معينة ومنتجات محلية وإقليمية بصورة مختلفة. مثال آخر هو سوق باب البحرين في المنامة، عاصمة البحرين، وأيضاً المنامة من المدن الخليجية المهمة، وهي أيضاً مدينة مطلة على الخليج. المدينة كان لها بوابة حقيقية، وهذه البوابة اسمها باب البحرين، وهي التي تؤدي إلى الجزء الأصيل والجزء القديم من المدينة. هذه البوابة كما تظهر من الصور موثقة من صور قديمة جداً تنتمي لبدايات القرن العشرين، وهي أيضاً هي حد فاصل ما بين النسيج التقليدي القديم للمدينة وما يمكن أن نسميه النسيج المتعولم، النسيج الذي بدأت فيه كل مدن الخليج أن تستخدم عائدات النفط من أجل أن تخلق مستوى آخر من العمارة والعمران. عندما تدخل في هذا النسيج يمكن أن تجد الحوار الذي في بعض الأحيان بيكون عنيف ما بين الامتدادات الجديدة المتعولمة اللي استخدمت فيها أموال النفط مقابل النسيج القديم الذي يستحق الاهتمام. المهم كمان ونحن ندرس هذه المناطق أن نتأمل هل هناك تفاعلات خاصة ما بين الإنسان والمكان في هذا النسيج؟ أنا هنا أركز على ما أسميه الاحتفالات الدينية والاجتماعية. هل المجتمع، هل الإنسان في أوقات معينة بيعيد صياغة المدينة من أجله، من أجل أن يحتفل، من أجل أن يتجمع، من أجل أن نأكل معاً، من أجل أن نصلي معاً، من أجل أن نصوم أو نتصحر معاً، إلخ إلخ إلخ. إذن أنا بعتقد أيضاً أن فكرة إعادة صياغة المدينة وفضاءتها العامة مهم جداً جداً لفهم مصداقية المكان ومصداقية الحدث، يعني فكرة العلاقة ما بين الحدث والمكان تصبح هنا مهمة جداً. عندما نلقي نظرة على مشروع التجديد نشعر أنه أخفق في فهم هذه الأبعاد وركز فقط على ما أسميه أنا اللغة البصرية، يعني حتى جزء من التقرير وأنا بعمل الترتيب للمحاضرة جزء من التقرير الخاص، التقرير التصميم الخاص بالمشروع بيتكلم على كده Respect the alphabets of the architectural vocabulary of the region، يعني نحن نحترم مفردات اللغة المعمارية للمنطقة. أنا موافق أنك تحترم هذه اللغة، لكن أنا أيضاً أعتقد أن أولوية أكبر أن تحترم أولويات وأنساق تفاعل الإنسان مع المكان، وبالتالي لا نعود مرة أخرى إلى فكرة الديكور المسرحي، الخلفية المسرحية، استخدام مفردات تشكيلية لخلق أتموسفير يوحي بالأصالة لكنه شديد الزيف. ثم ننتقل إلى الحالة الحقيقية فنكتشف أننا تقريباً أصبحنا في حالة المجمع التجاري العادي، المول، يعني بدل ما نتوجه إلى استيعاب قيمة التراث والتفاعل معه انجرفنا أكثر إلى حداثة المول وحداثة المجمع التجاري مع بعض اللمسات كما أطرح لحضراتكم، اللمسات اللي بتعطي بعد أكثر زيفاً منه أكثر أصالة.
المثال الثالث والأخير في فكرة الأسواق، سوق واقف في مدينة الدوحة، وهو أيضا واحد من الأسواق المهمة جدا جدا، وقدمت نسق حياتي جديد لأهل الدوحة وللمقيمين بها، له علاقة بفكرة تجربة المشي في المكان. اللي بيعرف منكم مدن الخليج يكتشف إنها لوقت قريب جدا كانت كلها مدن تعتمد على السيارة، يعني بدون سيارة أنت لا تستطيع أن تعيش في الخليج. فجزء مهم جدا من مميزات هذا المشروع أنه قدم فكرة تتجاوز السيارة. هذا هو النسيج اللي جزء منه بيرتبط بفترة قديمة وجزء منه حداثي تم إضافته. إذن هذه بعض ملامح الأجزاء القديمة من هذا السوق اللي به كما هي كل الأسواق في مصر ودمشق وإيران والمغرب والعراق وكل مكان، بها توليفة بديعة من المنتجات الحرفية، المأكولات الشعبية، أماكن الفضاءات العامة. ثم حدث ما أسميه أنا الخلطة السحرية، يعني الخلطة السحرية بمعنى أنك حافظت على الأصيل وتم إضافة بعض المزيف، لكن هذا الأصيل مع المزيف بسبب الاهتمام بالإنسان تحول إلى مزيف صادق، تحول إلى فضاءات تخاطب الإنسان. يعني أنت بتتأمل مشهد مثلاً، صورة زي كده فيها مطعم لطيف والناس بتقعد وتأكل وتشرب وخلافه، وقد تخمن أن هذا المبنى مبني مثلاً 100 سنة، من 150 سنة، وأنا أقول لك دلوقتي لا والله ده مبني من 3 سنوات. لأول وهلة الإنسان بيصدم من هذه التجارب أو من هذا الانطباع، لكن عندما تبدأ تشعر بفكرة الصادق المزيف، أن هناك أنشطة حقيقية أعطت صدق لما كان يبدو مزيف، هناك حرف حقيقية بدأت تستغل الأماكن، هناك إبداعات محلية حقيقية بدأت تنتشر في المكان، هناك استخدام لخلق فضاءات تسعد الإنسان وتجعل الإنسان يتفاعل مع هذه الفضاءات دون أن يحتاج السيارة، هناك إحساس بأن هناك مقياس إنساني، هناك نوع من أنواع الألفة والحميمية ما بين الإنسان والمكان. إذن أنا هنا بأقدر هذا المشروع بسبب أنه تحول من حالة الاعتماد على المبنى إلى الاعتماد على الإنسان، ولذلك توليفة الأوثنتك والفيك والأوثنتك فيك الثلاثية دي جت فيه بصورة جيدة، وهذه صورة من الصور اللي أنا بعتقد أن هي بتعبر كثير جدا عن الأفكار اللي أنا بطرحها لحضراتكم، كيف يتحول المكان بجزء الأصيل ثم بعض الإضافات ثم الأنشطة الحقيقية من المطاعم والأماكن الحرفية والأماكن الإبداعية والمقاهي والفضاءات العامة إلى مكان مفعم بالحياة. ولكني أيضا أحذر أن نجاح التجارب لا يعني أن يجب تكرارها، وأنا نفسي كنت من الناس اللي في الدوحة هنا اتكلمت كتير جدا مع المسؤولين، لأن كان هناك حالة من الغرام بهذه التجربة وأن يتم تكرارها في كل مدن القطرية. تم بالفعل عمل سوق مشابه في مدينة اسمها الوكرة جنوب الدوحة، لكن أنا الحقيقة كنت من الناس اللي عملنا حملة كبيرة جدا من أجل أن نتمسك بفكرة الصغير الجميل ولا يتكرر في أماكن أخرى. أنتقل مع حضراتكم إلى قضية لها علاقة بفكرة خلينا نبني والناس هتيجي إن شاء الله. دي برضو شعار من الشعارات المهمة جداً اللي كان موجود في الخليج وبالذات في دبي. يعني دبي كانت من أوائل المدن العربية الخليجية الشرق أوسطية اللي طلعت شعار build it and then they will come، ابني وإن شاء الله الناس هتيجي، معنا فلوس كتير جاية من البترول فابني وإن شاء الله الناس هتيجي. وبعدين جت الأزمة المالية العنيفة سنة 2008-2009 و حصل كثير من المخاوف وكثير من الإخفاقات، وتركنا الخبراء الأجانب اللي كانوا بيقولوا لنا ابنه نطحات سحاب وابنه أبراج، وتركونا، ومش بس تركونا وسخروا منا بالكرتونز وبالكاريكاتير اللي نشر في جرائد عالمية يسخر من هؤلاء الخليجيين وهؤلاء العرب اللي استنفذوا كل أموالهم
في مثل هذه النوعية من المشروعات. إذن إحنا بعض المدن الخليجية انغمست في فكرة أن تبني وتبني 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 أملاً أن يجيء الناس. أنا باخد هذه المقولة وأحاول أطبقها على محور محاضرتنا النهاردة. هل يمكن أن إحنا نقول حافظ على المباني وبرضو الناس هتيجي؟ أنا أعتقد أن إحنا هنرتكب نفس الخطأ، لأن ده معناه أن إحنا برضو هنتعامل مع مشروعات الحفاظ من منظور مادي، من منظور المبنى، من منظور الحائط الحجري، من منظور الباب الخشبي. أنا أعتقد أن قضيتنا دائما يجب أن تكون ماذا يريد الناس، ومن خلال فهم ما يريد الناس نرمم ونطور ونحافظ ونعيد تأهيل المباني. ولذلك أنا بسرعة هحاول أقدم لحضراتكم أطروحات مختلفة، أطروحات بديلة فيها أن الحفاظ كان أكثر من أجل الناس والمجتمع، وأن الحفاظ كان مدرك أننا نحافظ ولكننا يجب أن نتسق مع مشروع حضاري مستمر، نتسق مع فكرة الهوية الديناميكية، وأن الهوية ليست فقط فصل معين في حياتنا أو عصر معين من تاريخنا. واحد من أهم المشروعات اللي بتعبر عن هذا في رأيي، والحمد لله أنا كان لي يعني فرصة أن أنا أشتغل في كثير من الديزاين ورش الورش التصميمية اللي كانت مع واحد من أكبر الاستشاريين العالميين نوفيل. إنما المهم اللي أنا عايز أستعرضه مع حضراتكم هنا أن هذا المتحف، متحف قطر الوطني، هو متحف يقع في موقع امتداد للمتحف القديم، وهو بيت الحاكم حاكم قطر القديم أو أمير قطر القديم. هذا المستوى من المعماريين، المعماريين النجوم، ما عندهمش تفاهم. أول حاجة عايز يعملها أنه هو يصبح هو له اللمسة الأولى والأخيرة، القدرة على أن تقنع معماري في مستوى نوفيل أنه يجب أن يؤمن بقيمة المبنى القديم، وأن المبنى القديم هو فصل من فصول المدينة يجب أن نحافظ عليه ونرممه ونخلق علاقة بينه وبين الإضافة الجديدة. إذن المبنى يصبح التراث، هو مركز للتدفق فصل آخر من هوية المدينة وقيمة المدينة. بعض الناس قد تفسر هذا على أنه تناقض شديد جدا جدا بين ما يحدث هنا وما يحدث هنا، وارد جدا جدا، لكن أنا أعتقد أن التناقض ده تناقض قد يبدو فقط من التقييم البصري، لكن عندما نرى من التقييم الثقافي والحضاري وتقييم الهوية وتقييم ما معنى عمارة العصر، نحن نبني في 2020 أو 2021، وينفتح المشروع بعلاقته مع المدينة، ثم يصبح كأن المشروع هو نفسه رصد لي فصول في تاريخ المدينة، القديم والمعاصر والمستقبل وفساحة البحر والخليج. مثال آخر أيضاً، وإن شاء الله أنا بكرة هعمل عليه محاضرة يعني كاملة تفصيلية، ويشرفني وجود حضراتكم، والمحاضرة أيضا تحت إشراف حبيبي وأخويا عمر، وهتكلم فيها بصورة تفصيلية على مشروع قلب الدوحة الذي هجر بالكامل بعد طفرة النفط، لكن كيف تم إعادة صياغة هذا المشروع. وأركز هنا ليس فقط على فكرة النسيج وخلافه، لكن كيف تم التعامل مع المباني القديمة، وكيف تم إعطاء أدوار لها تستجيب لمستجدات عصرية وتستجيب لمتطلبات مجتمعية، وتتحول هذه الأماكن إلى فضاءات يملكها الإنسان، فضاءات يملكها المجتمع، وليست فضاءات للسائح أو فضاءات بتفتح في أوقات معينة. مشروع أخير أيضا كان لي أيضا الشرف أن أكون في فريق الإعداد التصميمي له، وده تصميم واحد من أهم المعماريين المحليين في قطر، المهندس إبراهيم الجيدة، معماري متميز جدا جدا. هذا المشروع كان إعادة ترميم مبنى المطافي القديم، وأنا هنا أن أنا أجيب لي حضراتكم هذا المشروع علشان أقول لا يجب أن يكون عندنا
انتقائية فيما نتعامل معه من تراث، ولكن كل ما بني له قيمة، وكل فصل في تاريخ الأمة المصرية أو الأمة القطرية أو المغربية له قيمة، ويجب أن ننظر إليه، ويجب أن نقيمه، ويجب أن نؤجل دور البلدوزر. أنا بخاف أوي 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 على مصر، عشان دايماً بقول ليه بنخلي البلدوزر هو الحل. مبنى المطافي القديم يتم تجديده، ثم يضاف إليه مجموعة من العناصر اللي جزء منها بيخاطب الفنون، جزء منها بيخاطب الشباب، جزء منها له بعد تجاري، جزء منها له بعد ترفيهي، أماكن لتناول القهوة والطعام وخلافه، ثم يطل هذا المشروع كله، يطل على فضاء عام وبتوضع فيه بعض القطع الفن العام، وبسبب انتماء الناس للمكان في أوقات الحصار استخدم هذا المكان كأنه يعني منصة تعبيرية للصمود والرفض وخلافه. لكن المهم أن المكان ككل تحول فجأة من مبنى مطافي مهمل إلى واحد من المراكز المعمارية والعمرانية المفعمة أيضا بالحياة. وأنا أعتقد أن ده جهد كبير جدا جدا عمل المعماري إبراهيم الجيدة، وأنا كاتب يعني فصل هينشر قريبا جدا عن هذا المشروع بأركز فيه على هذه الفكرة، كيف يمكن لنا إذا كانت فرضيتنا الأساسية هي الإنسان هو بؤرة الاهتمام، كيف يمكن أن نخلق فضاءات مفعمة بالحياة من وصل مبنى قديم مع مبنى حداثي مع فضاء عام مع فضاء حدائقي، وننتج منظومة متكاملة تخاطب الإنسان. ولذلك أنا أعتقد أنني أريد أن أدعو إلى ما يمكن أن أسميه حقبة ما بعد الحفاظ، لأن أنا شايف أن احنا دايما مهتمين في العالم العربي في فكرة أن نحافظ ونرمم. طبعا ده كله بعد التوثيق كمان خد مننا جهد كبير جدا. أنا رأيي أن احنا الخطاب اللي يجب أن ننتبه إليه هو أن نتجاوز فكرة الأصيل والمزيف، ونتجاوز فكرة أن التراث هو فقط للسائح، وأن نهتم بفكرة الانتقاء نحو خلق مناطق، خلق أحيزة، وليس فقط مباني متناثرة معزولة. وأيضا أن ننتبه إلى أن المنطقة التراثية عندما نوثقها ونرممها ونحافظ عليها ونعيد استخدامها يجب أن تخاطب سياق عمراني أكبر، سياق مجتمعي أكبر. ثم القضية كمان المهمة جدا في رأيي هي أن نفعل فكرة التراث الإيجابي. لا يمكن أن تتحول كل مبانينا التراثية إلى قاعات للفنون وجاليريهات للفنون، وإحنا مثلا عاملينها في وسط شبرا ولا في وسط سيدي بشر ولا خلافه. يعني يجب أن نبحث بحث عميق في ما يحتاج المجتمع المحيط بهذا العمل التاريخي أو هذا العمل التراثي. ولذلك أنا بطرح في نهاية تساؤلات وأيضا مجموعة استنتاجات، لكن كلها بحاول أقول فيها قد يكون من المهم أن نعيد النظر في فكرة المزيف الأصيل أو حيوية المكان، أو كيف نجعل المنطقة التراثية أو المبنى التراثي مفعم بالحياة. أنا أعتقد أن احنا يجب أن نحاول ونطمئن دائما في مشروعات الحفاظ التراثي على أنها تخلق تواصلات نابضة ومفعمة بالحياة وصالحة للعيش ومتكاملة مع الماضي. مهم أيضا أن كل هذه المناطق التراثية تقدم خبرات مكانية جديدة، لا تكون دائما خبرات مكررة، بحيث أن الإنسان أما يروح الأزهر ولا يروح عند الحسين ولا يروح عند رشيد ولا يروح في الإسكندرية يشعر كأن في نمطية في التعامل. أيضاً الحوار الإيجابي بين القديم والجديد مهم جداً، مهم جداً نخترع ونبدع في البرامج وفي الوظائف وفي المرافق التي توضع في إعادة تأهيل المباني. مهم أيضاً أن نفهم أن تقدير التراث يجب أن يوجه للأجيال الجديدة، وليس فقط نعتمد على إن
الناس الكبيرة المحترمة الأصيلة هي اللي بتقدر التراث. لا بالعكس، إحنا لو أعطينا للأجيال الجديدة أماكن تتفاعل فيها مع الأماكن التراثية هتشعر بالانتماء ليها. أنا لا يمكن أن أنسى زرت في فاس مبنى مسكن قديم تم تحويله إلى ساعة ما كانت الكافيهات بتاعت الإنترنت مشهورة لإنترنت كافيه، لأن ده كان طلب المجتمع، طلب الشباب، وأصبح الشباب هم نفسهم اللي بيحافظوا هذا على هذا المكان وبينتموا إليه. ثم الفكرة اللي أنا طرحتها سابقاً الخاصة بالانتقال من التركيز على المبنى مهما كان ضخم ومهم إلى التركيز على السياق، لأن السياق مهم جداً، البيئة العمرانية الشاملة. وأخيراً استيعاب الطبيعة الديناميكية للهوية. يجب أن نخرج من عباءة نحن فرعوني، من هويتنا فرعونية، هويتنا مملوكية، هويتنا عثمانية، هويتنا فاطمية. الهوية مشروع مستمر، الهوية مشروع تراكمي، الهوية مشروع ديناميكي. وبالتالي حتى المحاضرة اللي احنا بنعملها دي دلوقتي، الحوار اللي بيني وبينكم دلوقتي، بكرة هيتحول إلى تراث، بكرة هيتحول إلى جزء من هويتي، وأتمنى أنه هو يكون جزء كمان من هويتكم. أنا أنتهي وأقول أنني أرفض فكرة حافظ وسيأتون، لكن أنا أقول حافظ وإدمج التراث، لأن المجتمع بالفعل موجود ويستحق أن نبني من أجله ونحافظ من أجله. وأشكركم جزيل الشكر، وأتمنى أن أكون وفقت في نقل بعض الأفكار، والسلام عليكم ورحمة الله، ونفتح الحوار بإذن الله. شكرا دكتور علي على المحاضرة المميزة دي، حقيقة بتاعتنا بمحاضرة سرية جدا بصراحة. شكرا جزيلا. دلوقتي معنا دكتورة شيماء لديها كلمتها قبل تقديم المحاضرة البسيطة اللي الطلبة هتعملها. طلبة شاركت في موضوع المتاحف، زاروا متاحف في اسكندرية وفي القاهرة اللي هي القصور اللي تحولت لمتاحف، وعملوا بحثهم وجهدهم واشتغلوا عليها وقالوا رأيهم بالنسبة للقصور اللي تحولت لمتاحف دي، ويعني نقد كده بسيط وفي محاولة للتطوير ومحاولة إدماج الطلبة في مواضيع النقد المعماري مع دكتورة شيماء. فدكتورة شيماء معاكي كلمتك. السلام عليكم. شكرا يا دكتور بجد على المحاضرة الجميلة دي، وحطيت نوت كتيرة جدا يعني هتفيدنا كمان في الحوار. طبعا الفكرة كانت عبارة عن ازاي اقدر اطور وحسن في طريقة الحفاظ على المباني التراثية اللي بيحصل فيها انتهاك، وأساليب من طرق التشغيل للمبنى بعد ما كان لي الوظيفة كمبنى سكني اتغير وبقى يعني مبنى إداري أو مبنى تعليمي أو فأصبح التعامل معاه وطرق الحفاظ عليه بأسلوب مختلف، وفي منهم مباني انتهك الحقوق بتاعتها. نقطة تانية كمان كنا واخدينها في النقد المعماري إن هو أسلوب للتطوير، وفي نفس الوقت كان الفوكس معانا مع الطلبة إزاي إن إحنا نقدر نركز على أساليب النقد وتطوير الأساليب ديت بوجهة النظر الحديثة، يعني ما نمشيش بنفس الطريقة الأسلوب التقليدي، لا ابتدينا نقرأ قراءات، منها قراءات حضرتك طبعا وكتب حضرتك يعني مشكورا أفدتنا وغزتنا بالمعلومات والأفكار، وابتدوا الطلبة كمان تقرأ أكتر وتتعلم أكتر بحيث إن هم يوصلوا لإزاي إن أنا أطور بالأسلوب المعماري والنظريات نظريات النقد إني أوصل لأفضل تطوير للفكر. وكان هدفي ان هم مش بس يحطوا النظرة الخاصة بيهم ده اسلوب غلط يعني اتكلمنا عنه، لا انا لازم اعمل ابتدي ان انا اقرأ زي ما سعادتك قلت كده المجتمع عايز ايه، الاطار المجتمعي، علشان احقق رغبة الاشخاص اللي عايشين معانا اللي حوالين المكان دوت. مش معنى ان انا خدت قصر او خدت مكان
وحولت الوظيفة بتاعته، معنى كده ان انا الغي الهوية بتاعته او ما طوعش ده لخدمة المنطقة. لا، انا لازم اعرف ايه هي الهدف المجتمعي اللي ممكن يفيدني بعد كده ويرجع للاشخاص اللي عايشين في المحيط، واربط بينه وما بين المبنى دوت. يمكن حصل يعني في الحديث بتاعنا النهارده ان شاء الله الثلاث متاحف او القصور ديت اتغيرت وظيفتها، ويمكن مثلا قصر البارون اتغير وظيفته مره، لكن متحف اسكندريه قومي اتغير الوظيفه من قصر سكني لقنصليه وبعدين متحف. نفس الموضوع برضو متحف المجوهرات. الفكره كلها هو توظيف العمل دوت لان هو يخدم الوظيفه الجديده باسلوب صح، وازاي ان احنا نطوع دوت كمجتمع، يعني رؤيه معماريه وعمرانيه ومجتمعيه. فانا هبتدي نبدا مثلا بقصر البارون كده. معانا باشمهندسه بسمه هتشرح بريف بسيط عنه، وبعدين هنتكلم عن النقاط الخاصه بيه. ممكن نفتح لها المايك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. تحياتي طبعا لدكتور علي ودكتور شيماء وبشمهندسين بشمهندسه اسماء وبشمهندسه امنيه، وشكرا على مجهوداتكم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنتكلم النهارده على قصر البارون. طبعا قصر البارون يقع في حي مصر الجديده، تحديدا في هليوبوليس الجديده عاصمه القاهره. طبعا القصر اتحول بعد الترميم، كان قصر سكني وبعد الترميم في 2020 اتحول الى متحف. طبعا المهندس المعماري اللي صممه هو ألكسندر مارسيل، واللي شيده هو البارون البلجيكي إدوارد أمبان. طبعا القصر استغرق في بنائه حتى ينتهي 5 سنوات. طبعا الطراز هو المبنى على طراز هندي وطراز أوروبي. طبعا تحليل القصر بتاعنا هو يضم مجموعة كبيرة جدا من التماثيل الهندية والنقوش والزخارف الهندية مأخوذة من المعابد الهندوسية. دكتور بعد عندي الفول سكرين، معمول فول سكرين عندكم كده ولا مش ظاهر؟ لا مش ظاهر يا دكتور. لحظة واحدة. ازاي؟ ايوه كده واضح؟ تمام اوكي. طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا ان المتحف على طراز هندي وطراز اوروبي. طبعا زي ما احنا شايفين القصر اتحول حيازاته من القصر الى المتحف، بس طبعا زي ما هو الحيازات لكن الوظيفه جوه اتغيرت. طبعا من النقد المعماري اللي احنا شفناه بعد الزياره انه ما فيش سيركيوليشن للحركه واضحه للمكان بعد اما تحول متحف ولما كان قصر سكني سابقا وحاليا. طبعا بعد ما هو القصر السكني كان يضم قاعة استقبال وقاعة للطعام سابقا وقاعة للصالون، وتضم غرفة تخديم ومصعد وسلالم. وبعد حاليا نفس الحيازات موجودة، لكن السيركوليشن من النقد المعماري مش واضح تماما. حتى الارشادات واللافتات اللي هم عاملينها على الارض مش واضحه تماما. حتى بيقولوا كان اساطير زمان ان القصر كان بيوصل له الشمس من جميع الاتجاهات، بيقولوا اساطير انه كان بيلف، بس من الناحيه المعماريه
هو معمول فعلا من ناحيه معماريه سليمه، لان الشمس المفروض تخش له من جميع الاتجاهات من حتى الشرفات، لكن دلوقتي بعد زيارتنا للمكان المكان كله اضاءه صناعيه، مفيش خالص اضاءه طبيعيه، وفي جزء من الشرفات قفلوها. فطبعا ده من النقد بتاعنا برضو. خد اذنك يا دكتور. اللافتات اللي على الارض هي بتحدد لي السيركوليشن الحركه للمكان، لكن مش واضحه تماما للزائرين، ما كانتش واضحه. فكنا بنخش المكان فعلا بنتوه في القصر او المتحف حاليا، فما كناش بنعرف نحدد بالظبط الوظيفه بتاعت المكان. انا داخله على غرفه ايه، او حتى اللافتات على الغرف اتغيرت تماما. دكتور بعد اذنك. سلايد تانية يا دكتور بعد إذنك. هنتكلم برضو على جزء السلالم وجزء الإكستنشن اللي بيوصلني من الدور الأول للسطح أو الروف اللي كان بيقيم فيه حفلات وغرفة موسيقى. زودوا إكستنشن خشب، والجزء الأرضي لغاية الجزء الأول سلالم رخام. فطبعاً القصر بعد ما تزود له السلالم الخشب مش ما بقاش يتحمل عدد الزائرين زي لما كان القصر سابقاً بيضم مجموعة بس من الناس. طبعاً عندنا السطح، السلالم دي بتوصلني للسطح اللي هو الروف، بيضم فيه غرفة موسيقى تضم مجموعة كبيرة جداً من التماثيل الهندية زي ما قلت سابقاً، والنقوش المعمارية. بعد إذنك سلايد يا دكتور. وفي برضو شكرا باشمهندسة بسمة، يعني قولي حاجة هنا. طيب في جزء في الأول الموقع العام. حاضر. الموقع العام. ايوه حاضر هنا. فضل. الموقع العام عندي باب مدخل رئيسي موضح للقصر، اكسس واضحة، لكن بعد زيارتنا للمكان بقوا يدخلونا من الجزء الجانبي اللي هو كان استابل ومازال استابل سابقا وحاليا. وفي جزء غرفة دي للخروج جنب المكان، المدخل الجانبي للدخول. الغرفة دي بيقولوا عليها إنه كان باركينج أو مكان لتصليح العربيات اللي كان سابقاً للبارون. طبعاً قدامنا في الموقع العام يدل يوجد مترو. طبعاً المترو ده كان زمان بيوصلنا بين هليوبلس ومحطة طنطا، ويوجد برضو سيارات قديمة محطوطة بجانب القصر بتاعنا اللي هو بقى دلوقتي حاليا متحف. وشكرا واسف على التطويل. شكرا يا دكتور. شكرا يا باشمهندس. شكرا يا دكتور. طبعا انا بقى ايه يعني هتكلم عن نقطه معينه. طبعا معانا احنا يعني اساتذه وباشمهندسين وناس ما مش من مصر. قصر البارون من العلامات المهمه جدا اللي كانت وزاره الاثار طرحت فكره ان تطويره، وكان فكرة تطويع المساحة أو المساحة اللي حواليه تكون مستغلة لفكر جديد أو لفكرة تطوير جديد. كان النقطة دي مهمة جدا. يمكن في عدد من المشروعات اللي تقدمت للتطوير في الفكر المعماري، هطرح مشروع منهم لأن الدكتور علي تطرق لنقطة إزاي إن ممكن يكون في مشاريع جديدة تكون ريليتد شوية بالأصول أو المباني التراثية. عايزة أقول إن قصر البارون هو مبنى اتعمل على الطراز الهندي أو الهندوسي. كانت الفكرة كلها إزاي أبعث رهبة
في الناس اللي داخلين مكان زي دوت ويتأثروا بيه. هبتدي بس يعني أنوه على بعض النقاط النقدية. كان شكل المدخل الخاص بالقصر كان يعني العدد اللي بيخش ليميتد شوية. برضو يا دكتور دي بعض النقاط اللي خدناها أثناء زيارتنا للمكان، إزاي إن أنا دلوقتي هحدد عدد يدخل، العدد اللي داخل دوت المساحة ديت هيبقى موجود لفترة معينة، هينتظر لغاية خروج العدد دوت. فإدارة المشروع أو إدارة القصر ده أو الإدارة المتحفية جزء العلاقات العامة، مش كان المفروض يكون لي وظيفة في الحتة دي؟ ولا هو ده يعني أنا حاسة أنه يبقى فيه كده سوء تنظيم في أن أنا حاولت ده جزء متحفي يبقى أنا أدخل ناس على فترات أو على، ولا ده كده نوع من الحفاظ على المبنى أو يفضل بهيئته أو ما يكونش العدد فيه كبير؟ برضو دي نقطة. نقطة تانية كمان إن الفراغات أو الأماكن اللي موجودة داخل القصر ما كانتش بتصف المبنى على أساسه. يعني أنا دخلت مثلاً فراغ معين، المبنى ده كان في المبنى السكني هو غرفة طعام أو غرفة استقبال، المساحة أو الحيز اللي دخلناه هو لا يحاكي بأي شكل من الأشكال الوظيفة اللي كان عليها. هو بيبص الفكر الجديد إيه، يعني مصر تتحدث عن نفسها أو هليوبوليس مدينة الشمس. فهل دي برضو دي نقطة كانت يعني مش عارفة هو ده صح ولا النقطة دي لا، المفروض ان هو يحاكي دوت، يكون الشاشات العرض دي بتحاكي الغرفة دي كانت في المبنى السكني دي عاملة ازاي ودلوقتي اتوظفت بقت ازاي، دي نقطة تانية. فكرة برضو يعني كانت عجباني جدا اللي هي تمثيل البوزية، هو البارون امبان كان بيعتمد على التمثيل دي في الحكمة او ان ده مثال للحكمة وانارة العقول وكده، فبرضو هما ما حطوش يعني دليل للتماثيل دي ايه او نوعها ايه او كده، احنا استنبطنا بمعلوماتنا او قرينا في الجزئية ديت. نقطة تانية برضو الارضيات، الارضيات طبعا معموله من الموزايك وهي معرضه، يعني يمكن انا حاطه الصوره اللي هي شوز على الارض، ازاي ان حاجه زي دي ليها قيمه ويعني تكون عرضه للاستهلاك والانتهاك. فكره تانية ان كان ازورنا القصر اللي هو المجوهرات كانوا عاملين زي كوبري من الإزاز إن إحنا نعدي على الأرضيات دي علشان يحافظوا عليها. ففكرة الحفاظ في النقطة دي، يعني هل ده إيه الأصح؟ إن أنا أخلي حاجة زي دي عرضة للاستهلاك ولا أحافظ عليها بإن أنا أعمل عناصر معمارية بسيطة بإن أنا أحافظ على الملكية ديت؟ هنا برضو كانت باشمهندس بسمة تتكلم على إن القصر ده كان يقال عنه إن هو بيدخله الشمس من جميع الأنحاء. لما دخلنا القصر لقينا كمية الإضاءة الصناعية كبيرة جداً، الإضاءة الطبيعية خافتة يعني مقفولة ما فيش إضاءة تقريباً. فدي برضو نقطة كانت اللي هو طب إيه صح، هو أنا لما أحط إضاءة صناعية أنا طبعاً عملت سبوت على الديكورات الأوروبية أو الحاجات اللي هي عايز عين المشاهد أو الزائر يرصدها، لكن في نفس الوقت ما استخدمتش العناصر المعمارية الموجودة يعني زي مثلا الفتحات أو كده. هل ده أصح إن هو يكون حفاظ على المكان؟ برضو دي نقطة استوقفتني. هنا باين جدا موضوع الإضاءة، زي الإضاءة هي بسيطة جدا داخل الحيزات.
فكرة التأثر بالفن الإسلامي، الجزء ده برضو كان يعني إحنا كان القصر مزيج ما بين الهندوسي والبوذي والإسلامي والأوروبي، يعني فكر التطرق لكل هذه الفنون في مبنى واحد، معاملتنا إزاي على الأثر العمراني أو المحيط العمراني، ده ما شفناهوش في قصر زي البارون إمبان. يمكن الحاجة الوحيدة اللي رصدناها هو قصر السلطان حسين كامل المقابل لقصر البارون إمبان، في ربط ما بين الواجهة أو العناصر المعمارية المشربيات دي مع القصر، واللي عرفناه إن القصر دوت كان هدية من البارون إمبان لزوجة السلطان، فده فكرة المشربيات وربط العناصر المعمارية الإسلامية بالقصر دوت. وبالنسبة بقى للموضوع برضو السلم، برضو فكرة إن هو استخدام الكباستي على السلالم اللي هي زي الأرو الخشب ديت. طب أنا دلوقتي عايزة أنقل الزائر من الدور الأول للدور الثاني، إزاي إن أنا هقدر أستخدم عناصر معمارية من غير إن أحافظ على قيمة السلم دوت التاريخي، وفي نفس الوقت أقدر إن أنا أوصله للطابق العلوي بأسلوب ثاني أو بشكل ثاني؟ دي برضو نقطة برضو استوقفتني، الدلائل المعمارية يعني برضو الخشب، خشب الأرضيات، استهلاك أو الاستخدام الأرضيات الخشب اللي هي كان أصلاً عليها القصر كمبنى سكني، حفاظ على الأرضيات دي المفروض يبقى أسلوب الحفاظ إزاي؟ أنا عايزة أدخل المستخدم دلوقتي أو الزائر بس في نفس الوقت أحافظ على قيمة المبنى بمعناه أو زي ما هو موجود. النقطة إيجابية جداً كانت عجباني في زيارة القصر دوت هو طريقة الحفاظ على الرسومات أو المخططات الأصلية، ما جاتش بقى الوزارة حطتها زي ما هي كده وعرضة لإن هي يعني يحصل لها أي مشاكل أو تلف، لا هي الرسومات سحبت إسكان واتحطت على شاشة أو بطريقة معينة بحيث إن الناس تعرف الفن المعماري كان إزاي ممزوج مع الفن في وقتها في القرن دوت مع الحفاظ على الرسومات الأساسية في وزارة الآثار. عمليات الترميم هم حطوا برضو فكرة ذكية جداً موضوع شاشات العرض وإزاي إن هم وصلوا لترميم، لأن المبنى دوت كان وصل لحالة مستهلكة جداً ل يعني العبث من الناس، وكان في وقت من الأوقات بيدخل حفلات عبدة الشياطين ويعملوا جو من الحاجات الغريبة جدا، فابتدى يبقى فيه انتهاكات، فازاي ان المبنى ده وصل وهو كان من أوائل المباني الخرسانية المسلحة، كان حصل طبعا تلف كتير جدا من الأجزاء، فابتدى ان هم يشرحوا عملية الترميم، ودي برضو شايفها نقطة إيجابية جدا من في المشروع. الجزء بقى يعني اللي برضو كان حضرتك بتتكلم عنه، هل يمكن الحفاظ على المبنى والناس يطوروا فيه ويضيف المشروع كيان جديد؟ في باشمهندسة اسمها زينب محسن حطت مشروع أو فكرة لإزاي إن هي تربط المبنى البارون أو قصر البارون بجزء جديد يتعمل في جزء البدروم. هو جزء البدروم غير مستغل بتاتا او مقفول، حتى مرضوش ان هم ينزلونا نشوفه، فهي حطت فكره او للمشروع دوت فكره ان هي تعمل يعني مجتمع جديد باسلوب جديد تربط ما بين المعاصر او الحديث والقديم، فكرة إن هي تربط دوت بالغلاف الزجاجي، يعني هنا في الواجهة هنا هم الناس اللي بتتحرك هي شايفة واجهة المكان، لكن في الأصل المباني المقامة أو المشروع غير معتمد أو فكر بنفس فكر المبنى الأثري، فبرضو فكرة الربط ده هل ده في صالح المكان أم لا؟ يعني دي برضو نقطة مهمة.
كانت عارضة برضو فكرة القطاعات أو اتصال الجزء دوت إن هو مش هيأثر على المبنى الأثري في لما يتم بنائه، ولا في الواجهة، ولا في استخدام الجزء الخلفي من المبنى. فدي كانت فكرتها. وبرضو عايزة حضرتك تقول برضو يعني للطلبة، هل ده في 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 إطار أو في الجزء النقدي ده إيجابي أم سلبي؟ دلوقتي هنتكلم عن متحف اسكندرية القومي، وده تاني مثال عندنا. باشمهندس جورج. تمام يا دكتور. عن مدينة اسكندرية، تفضل. مساء الخير، أنا جورج عاطف، طالب الفئة الرابعة كلية الهندسة المعمارية. بنرحب بك يا دكتور علي، مبسوطين خالص إن احنا بحضرتك، مبسوطين خالص بالمحاضرة اللي حضرتك كانت عليها. احنا اشتغلنا على المتحف موجود في شارع في اسكندرية. طيب تمام، حاول علي صوتي شوية. المتحف اتبنى سنة 1928 لغاية سنة 1931. المتحف كان مستخدم في الأول كمنزل، كان باشا في جورج بعد إذنك. أيوة. في مشكلة عندك في الصوت؟ الصوت لا. طيب تمام، تمام كده؟ تمام. المتحف اتبنى سنة 1928، كان في الأول استخدامه المتحف مر ثلاث وظائف لحد وقتنا الحالي. استخدامه الأول كمنزل، كان مبني لباشا اسمه أسعد باشا باسيلي، كان في الوقت ده كان تاجر أخشاب هو اللي بناه. كلف مهندس فرنسي اسمه فيكتور في الوقت ده كان موجود وعايش في اسكندرية إن هو يبني على الطراز الإيطالي. يمكن الطراز الإيطالي بان عندنا في الشكل، في الواجهات كان عندنا في الواجهه كان عندنا بان ان احنا كان عندنا السلالم المخاميه، كانت ده من الاساليب بتاعت الطراز الكلاسيكي الايطالي. النوافذ المتقطعه، الاشراف الطويله المتقطعه، يمكن برضه عندنا اعمده في المدخل كانت بتبين الطراز الايطالي. المتحف استقبل الفروض المستخدم كمنزل لحد سنه 1956 لحد وقت التامين، لحد ما تمت على ممتلكات اسعد باشا باسيلي. يمكن عندنا هنا في الزوم تلبان بيوضح الفرق ما بين الجزء من وقت استخدامه منزل، وبعد كده بعد سنة 1956 لحد 1960 اشتريته الحكومة من حكومة الولايات المتحدة وحولته القنصلية الأمريكية في الوقت ده، وفضل من سنة 1960 ل 1996 مستخدم في القنصلية الأمريكية. أنا عندي هنا في البلان بتاع دوران وقت استخدامه كمتحف، يمكن الجزء اللي باللون الاصفر على اليمين ده كان جزء بتاع المدير بتاع البيت، الشخص اللي كان بيدير البيت. معلش يا جورج، بحاول تبعد المايك شويه، في مشكله في الصوت. تمام يا دكتور، تمام تمام. هو ممكن اسال، ابعد شويه المايك كده. تمام تمام كده. ايوه اثبت على كده، يلا اتفضل. تمام يا دكتور. كان عندي كان عندي في الـ في الـ في الـ كان عندي اختلاف من الزوم بتاع استخدام المكان ك ك ك كمنزل وكده استخدام كونسوليه، كان في فرق كبير في الـ في, الـ في الاستخدامات، بس ما كانش في فرق في الـ في, في الـ يعني كانت وظيفه اتغيرت بس ما فيش يعني ما كانش عندي في حته اتغيرت من مكانها، ما عنديش في حاجه اتضافت. هو بس المكان كان زي ما هو، بس كانت الوظيفه بتاعتها اتغيرت. كان في اماكن اللي هي كانت قاعات استقبال وقت ما كان المكان منزل بقت قاعات استقبال برضه بس كقنصليه. عندي المكان كوظيفه لما اتحولت لمتحف كنا بنبتدي احنا لما دخلنا يا دكتور كان عندنا مشكله ان احنا ما كانش فيه اي حاجه بتقول لي ازاي اتحرك، ما كانش فيه سيركيليشن حرك خالص. احنا لما درسنا البيانات قدرنا ان احنا نستنتج السيركيليشن حركه. المتحف عندنا بيضم اكثر من 1800 قطعه اثريه مهم بدايه من العصر الفرعوني، مهم بكل العصور اللي عدت عليها على تاريخ مصر لحد العصر الاسلامي. فالمتحف موجود فيه مقنعات كتير. اكتشفنا بعد كده لما حللنا البيانات ان احنا كنا المفروض نبتدي بالدور الارضي
الدور الارضي بيقدم المقتنيات والمقتنيات الموجوده عند عصر الفرعوني من ثلاث دول الموجودين في عصر الفرعوني، الدوله القديمه والدوله الوسطى والدوله الحديثه. وبعد كده كان برضو عندنا من ضمن الحاجات اللي كانت موجوده في البدروم، كان عندي في الجزء اللي فوق ده كان مخبأ موجود تحت البدروم كمان، لما عشان هو كان مستخدم كمخبأ. هم لما جم يوظفوه في استخدامه كمتحف وظفوه ان هو يكون زي مقبره، وفعلا كان عاملينه دلوقتي في موميا بكل محتوياتها. هو في مشكله في الصوت او حاجه؟ وبس مخرج الصوت عند حضرتك بس مش مظبوط، ممكن حضرتك بس تحاول تفصل المايك وترجعه تاني؟ تمام كده؟ لا هو مش تمام. طيب جورج كمل انا. تمام يا دكتور. تمام. انا فاضل فكره كده يا دكتور. صوت كده احسن. طيب اكمل؟ صوت كده احسن؟ اكمل كده؟ المشكله في الصوت. تمام. كده الصوت كده تمام. تمام. عندي بعد كده بعد ما بتحرك من بلان البدروم، المفروض بلان البدروم فيه الاثار الفرعونيه والمقتنيات الفرعونيه. بعد كده بتجه للدوره دي، عندي في بعد كده بعد الدوره الفرعونيه كان عندي الدوله اليونانيه، بعد كده الدوله البطلمية قصدي، بعد كده الدوله اليونانيه. عندي في الدور الارضي الاثار اللي موجوده بين الدولتين دول، وعندي كمان كان عندنا في اسكندريه الاثار اللي طلعوها الرائده من ابو قير، اثار يونانيه موجوده في الجزء ده. بعد كده بتحرك للدور الاول، عندي في الاثار القبطيه، وبعد كده الاثار الاسلاميه. كان عندنا في مشكله ان احنا كان المباني اللي مواجهه للمتحف مش واخده الطابع الكلاسيكي او الطابع الشكل اللي واخده المتحف حاليا. المباني كلها مودرن، المباني كلها مش مديها الانطباع ان المكان ده كلاسيكي او المكان ده قديم. يمكن في بيوت وقتها كانت بتصمم جنب المتحف، فكانت مديها شكل انطباع تاني غير الانطباع الواحد رايح للمتحف. كان عندنا مشكله ان مفيش باركنج للسيارات خالص في شارع فؤاد، او يعني لو الواحد رايح بعربيه او رايح لو في رحله لو موجوده او في جو موجود، مفيش اي حاجه الواحد يركن فيها العربيه بتاعته. كان عندنا مشكله جوه المبنى نفسه، ان احنا في عندنا في اماكن فيها معايات كتير من وقت ما المكان كان منزل. المعايير دي لسه موجودة دلوقتي، يمكن لما هم استخدموها ووظفوا المكان كمتحف ما وظفوهاش بالطريقة المناسبة ان استخدامها كمتحف. يمكن زي ما شفنا في قصر البارون كان في معايير بس كانت مستخدمة بطريقة مناسبة. عندنا برضو المدافئ الموجودة في المتحف موجودة ما توظفتش بشكل صح. يمكن برضو لما شفناها في قصر البارون في الزيارة بتاعتنا قصر البارون كانت اكتر من كده، وكان في شاشات عرض بتعرض المكان ده وظيفته كانت ايه قبل كده. برضو عندنا كان في اعمده موجوده بشكل مودرن، يعني مش ده الطابع الكلاسيكي اللي كانت الوقت المتحف موجوده هي، بس دي الحاجه الوحيده اللي كانت بتقول لنا الزوم ده في ايه. هي بس كانت تشرح، ما كانش في اي حاجه ثانيه عندنا كانت تشرح احنا داخلين عليه ده موجود في ايه او ايه المقتنيات اللي فيه. وما كانش في اي سيركيشن حركه خالص في المتحف. بس انا شكرا خالص دكتور، ومبسوطين خالص دكتور علينا احنا حضرتك. في كام نقطه برضو يعني يمكن ما ذكرتهاش، يعني المبنى علشان كان مبنى للقنصليه او تبع للقنصليه الامريكيه، فجينا نبحث عن الرسومات الخاصه بيه، رفضوا بتاتا ان هم يدونا اي رسومات. الطلبة مشكورين ابتدوا ان هم يرسموا الرسومات ديت ويوثقوها علشان نقدر يعني نعرف الناس على المبنى، يعني ابتدوا ان هم يرسموا دوت ويرفعوا من اول تاني. فدي نقطة برضو كانت غريبة جدا، يعني طب ليه ده مش موجود بأي حاجة، طب راحت فين؟ نقطة تانية سيركليشن الحركة نفسها، هم يعني ما كانش الموضوع منظم خالص، حطوا زي علامات مودرن
في يعني غير تابع للطراز الأوروبي اللي كان مستخدم، وشافوا إن هي دي الإضافة. فدي كانت برضو حاجة، يعني هو ليه ما خدتش من طابع المكان أو وجدت لي فكرة إن أنا أربط القديم مع الحديث اللي أنت عايز توظفه، بخلاف سيركليشن الحركة نفسه، بخلاف طريقة هم حطوا زي حوائط كده عجيبة جدا عملت أزمات في الحركة ما بين القاعات. يعني هنا أصبح عندي مشكلة في الحركة، لازم ألتزم بالمسار دوت اللي هم محددينه علشان أقدر أعدي، لكن ألاقي مشاكل وأنا بتحرك. نقطة تانية برضو هو فكرة اتصال المبنى بالمحيط، المحيط المجتمعي والعمراني، ما فيش أي نوع من الاتصال، ما فيش أي فكر. يمكن أنا واحدة من الناس اللي أول مرة أعرف إن في متحف زي دوت بالقيمة ديت، وفيها جزء من كبير من الآثار الغارقة والأثرية موجودة وما لا أعلم عنها شيء. لما اتكلمت معاهم لا، في صفحه على الفيسبوك ممكن تتواصلي بيها معانا، لكن المكان غير مؤهل ان انا اقدر ان انا اركن عربيتي او ان انا اتحرك، ما فيش مسارات حركه مباشره، حتى دخول المكان كان يعني مش مخدوم بالصوره الصحيحه. العلامه حتى اللي هي اللاند مارك اللي هم حاطينها يعني ما فيهاش اي نوع من يعني ما فيش تجديد، هو ده بقاله فترة اللون بتاعه حتى راح وما جددوش. المبنى بقى جم كلمنا معاهم في الترميم، قالوا لنا احنا جددنا، طب جددتوا فين؟ جددتوا جوه المبنى، جددنا جوه المبنى، لكن لما جينا بصينا على اصول الترميم في خارج القصر او الحفاظ على مبنى كتراث او اثري، ما فيش اي نوع من الترميم او الحفاظ عليه. وده برضو باين اهوت في المبنى او في السلم او الواجهه، مشاكل كتيره جدا بيعانيها قصر زي دوت، يعتبر ان هو يعني من المباني برضو التراثيه او الاثريه. دي النقاط اللي اتخذناها في النقد بالنسبه للمتحف اسكندرية القومي. وكده فاضل لنا بس متحف واحد اللي هو المجوهرات الملكي. باش مهندس جازر. ألو، السلام عليكم. فضل. مبدئيا كده احب اشكر الدكتور علي عبد الرؤوف على تواجده معنا النهارده، واحب اشكرك يا دكتور شيماء، واشكر البشمهندسه اسماء نجاح والبشمهندسه امنيه على ان هم سمحوا لنا ادونا الفرصه ان احنا نكون متواجدين معاكم النهارده. معاكم البشمهندس جسر شعبان، قسم الهندسه المعماريه المستوى الثالث. ان شاء الله هنتكلم النهارده عن متحف المجوهرات الملكي، او ما يسمى سابقا بقصر زينب فهمي. المتحف موجود في مدينة الإسكندرية، بالتحديد في جليم، أسسه المعماري أنطونيو بولاتشياك، وقام بمساعدته أخ السيدة زينب فهمي، علي فهمي، التي اشترك في تصميم هذا القصر. القصر ده عند بنائه مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى إن هو كان أصلاً مبنى سكني، كان مبنى سكني للسيدة زينب فهمي وأسرتها، وده كان عام 1991 1919 معلش. المرحلة الثانية ان هو كان استراحة لرئاسة الجمهورية، وده كان عام 1953. اما المرحلة الثالثة وهي المتواجدة الى يومنا هذا، ان هو كان متحف للمجوهرات الملكية، وده كان عام 1986 هجري، وما زال الى يومنا هذا متحف مجوهرات ملكية. المتحف ده بيضم تقريبا 11500 قطعة تخص افراد الأسرة الملكية. ده كده بالنسبة لنبذة مختصرة قلناها بس عن المتحف كده. هنخش بقى لتاني نقطة إن شاء الله، اللي هي إحنا هنحلل البلانات أو هنشوف تقسيمات الداخلية للبلانات بتاعة المتحف. عندنا أولا قبل ما المتحف من يوم ما صمم هو ما تمش تغيير خالص في التقسيمات الداخلية ليه إلى يومنا هذا، ما فيش تغيير خالص حصل فيه. كل اللي تغير فيه إن هو تغيرت الوظيفة بس، اللي هو لما كان مبنى سكني السيدة زينب فهمي وأسرتها، كانت الوظيفة بتاعته وظيفة سكنية.
ولما تحول لقصر استراحه لقصر الرئاسه كانت الوظيفه بتاعته برضه بتخدم قصر الرئاسه. وفي يومنا هذا الحيزات برضه اللي فيه وظيفتها اتغيرت، اللي هو بتخدم المتحف الملكي اللي احنا موجودين فيه لحد يومنا هذا. احنا طبعا انا والجروب بتاعي قمنا بزياره الى المتحف وخدنا نوتس كده وخدنا بعض النقد عملناه انا والجروب. اولا احنا نقد المتحف عن طريق نقطتين، النقطه الاولى النقد من حيث الكفاءه ونقد من حيث الوظيفه. النقد من حيث الكفاءه، المبنى اصلا حقق كفاءه اصلا من ناحيه الشكل الخارجي للواجهات الكلاسيكيه بتاعته اللي كانت منتظمه وبشكل تسلسلي ومتباينه في الادوار. وبرده كان المبنى ممتلئ باللوحات التي تعزز روح الفن العريق وروعه الحيزات الداخليه ليه. والزجاج المتواجد فيه ده برضو كان من الحاجات اللي عززت كفاءة المبنى. ولكن في كان في سلبيات موجودة في المبنى، وهي عدم توفير خدمات كافية تخدم الزوار اللي موجودين فيه بشكل أعمق وتفصيلي، علشان ده أصلا بيعود إلى أن أصلا بنايته في الأساس كانت بناية سكنية، ما كانش مصمم أنه يكون أصلا متحف. فدي كان مشكلة من المشاكل اللي كانت موجودة فيها. أما بقى بالنقد تمام يا دكتور. تمام. طيب المتحف هنا نقطة يا دكتور علي كنا بنتكلم، حضرتك بتتكلم عنها تفعيل مشاريع لخدمة المجتمع. هو المشروع ده لما وجد في المكان دوت خدم المجتمع، دي برضو نقطة. توظيف العمل المعماري دوت لخدمة المجتمع، هل ده مكانه ان هو يبقى هو هنا القصر ده تحول لقصر المجوهرات او الفكرة ديت؟ نقطة تانية برضو، هل احنا كده نتبع الحقبة التالتة اعادة تأهيل المباني المعزولة المنفصلة في من المجتمع العمراني؟ هل ده احنا كده تبع او توظيف المباني اللي فاتت ديت كانت تابعة للحقبة التالتة زي ما حضرتك شرحت لنا؟ برضو يعني دي برضو بعض الأسئلة اللي كانت في ذهني، وأنا هترك الحوار للبشمهندسة أمنية برضو هتطرح بعض الأسئلة على حضرتك عشان ترد علينا بقى. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. اهلا، ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك يا امنيه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الله حقيقه بعد العرض ده اشكر يعني اشكر حضرتك واشكر دكتوره شيماء والطلبه على العرض المميز ده. كان ليا بعض الاسئله او محتاجين نعرف وجهه نظر حضرتك في عمليات الترميم اللي تمت في المباني، سواء قصر البارون او متحف اسكندريه القومي او متحف المجوهرات. كان وقت ترميم قصر البارون ظهر وجهات نظر كتيرة قوي فيه بخصوص الواجهة وتغيير لون الواجهة كمان. وكان ليا سؤال وجهة نظر حضرتك، حضرتك شايف دور فعال لعملية النقد المعماري في مصر في تطوير والحفاظ على المباني التراثية زي البارون مثلا؟ هل النقد المعماري كان ليه دور؟ والمشاركة المجتمعية في مصر أو على المستوى الدولي برضو لها دور في تطوير عملية الحفاظ؟ ده بعض من الأسئلة يعني اللي كنت محضراها يعني لحضرتك. وهل عملية تطوير قصر البارون الحديثة كانت فعالة وجيدة، وكان التفاعل المجتمعي فيها كان جيد بناء على العرض اللي تم قصاد حضرتك؟ يعني قصر البارون من الناحية ان هو قصر وفيه غرف من الخشب وتحول لمتحف، هل هم كانوا موفقين فعلا في فكرة انهم يقلبوا القصر المتحف؟ هو طبعا يعني كمبنى تراثي انهم يستخدموه او يعيد استخدامه افضل من قفله، يعني انا مع حضرتك في النقطة دي، بس هل كانوا موفقين في اختيار وظيفة اخرى غير المتحف؟ وتأثير المحيط العمراني الحديث على المباني التراثية في مصر، يعني حضرتك عارف عملية التطوير العمراني في مصر يعني غير جيدة قوي أو غير يعني غير فعالة بشكل جيد، أكيد لها تأثير على المباني التراثية دي.
فهل كمان تأثيرها ده كان بالسلب نتيجة التطوير اللي حصل فيها برضو؟ يعني هل ده كان يعكس نوع من أنواع الفكر العمراني أو المعماري؟ وبالنسبة للمشاركة المجتمعية، هل ممكن مصر في يوم من الأيام توصل إنها تشارك أو تدخل الطلبة ومنتج الطالب المعماري في تطوير عملية النقد وتطوير عملية الحفاظ في مصر؟ يعني أنا شايفة إن إحنا في مصر بشكل أو بآخر بناخد أبحاث الطلبة بنركنها في المكاتب أو على الأغلب بتترمي يعني. فيعني دكتورة شيماء مشكورة، يعني حاولت توظف ده بشكل فعال في إن إحنا ندرسه، ويعني وندعو حضرتك إن حضرتك تناقشنا ونحط تقييم فعال لعملية التطوير دي. فهل في إمكانية لده إنه يبقى في المستقبل؟ فحابين نسمع وجهة نظر حضرتك. شكرا جزيلا يا أمنية. أنا هقول وجهة نظري بسرعة، لأن أنا شايف من بدري مجموعة من الضيوف عايزين كمان يشتركوا في الحوار، وأنا عارف أن الدكتورة شيماء وحضرتك تحبوا كمان يبقى في حوار عام أكتر، لكن أنا عايز أستجيب لتساؤلات حضرتك المهمة بصورة سريعة. أول قضية دور النقد. النقد هو نشاط شديد الأهمية، لكن النقد مرتبط بالحرية ومرتبط بفهم الفرق الكبير ما بين النقد والانتقاد. احنا في مصر عندنا حساسية شديدة جدا، اول ما الواحد يقول انا عايز ابعت لك النقد بتاعي لمشروع كذا يقول لي ليه انت ما بتحبنيش، ها يعني بسرعة بنقفز الى فكرة ان اي مشروع نقدي، اي مقال نقدي، اي تحليل نقدي هو نشاط سلبي. انا اوافقك تماما يا امنية ان احنا محتاجين نبذل مجهود كبير في مصر وايضا في العالم العربي لكي يدرك الناس المتخصصين واصحاب القرار والمسؤولين في الجهات المختلفة وحتى افراد المجتمع ان النقد هو نشاط شديد الأهمية، يسعى الى التطوير ويسعى إلى أن نكون في حالة أفضل. القضية الثانية المهمة اللي حضرتك أيضاً اتكلمت فيها فكرة المشاركة المجتمعية، أيضاً دي قضية يعني للأسف الشديد إحنا مفعولين به في عالم العمارة والعمران. عندما نتحدث عن المشاركة المجتمعية إحنا بنكتشف المشروعات، يعني إحنا بنكتشف إن هيحصل إيه في القاهرة الفاطمية، هنكتشف هيحصل إيه عند الهرم، بنكتشف هيحصل ايه على ساحل على الوجه النيلية. لكن انا بأيدك تماما يا أمنية ان احنا يجب ان نستمع الى صوت المجتمع، يجب ان نستمع الى صوت الانسان. وانا يعني هسقط الكلام ده على الثلاث امثلة الجميلة، واشكر يعني بسمة وجورج وجاسر على التحليل اللطيف اللي عملوه للثلاث مشروعات، وأتفق تماماً مع الدكتورة شيماء أن مشروع متحف الإسكندرية ومتحف المجوهرات الاثنين بينتموا إلى فكرة عندنا بيت قديم له قيمة تاريخية ثم نحوله إلى متحف، يبقى عملنا له وظيفة جديدة، ويعني كل أسبوع في واحد بيخش المتحف ده يسمي مثلاً ويخش ويبقى الحمد لله. طيب ده مش طموحنا، ده مش طموحنا، لكن هي دي الحالة، وأنا موافقها أن هم بينتموا فعلاً إلى الحقبة الثالثة اللي أنا اتكلمت عليها. مشروع قصر البارون إشكالية تانية، لأن أنا أول ما بص على مشروع قصر البارون إمبان وزي ما حضرتك قلت يا أمنية أنا كنت بتابع حوار شديد السخونة ما بين أساتذة العمارة والعمران والترميم والحفاظ، كلهم قاعدين يتكلموا على لون القصر، هو ده لونه صح؟ هو الأحمر ده مظبوط؟ ولا كان أحمر خفيف شوية؟ ولا كان أحمر تقيل شوية؟ دي قضية ثانوية جدا 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 جدا. أنا كان نفسي السؤال يبقى هو الناس هتنتمي للقصر ده إزاي؟ الناس هتزور القصر ده ليه؟ الناس هتنفعل بيه إزاي؟ إزاي القصر ده يصبح رئة للمجتمع؟ إزاي القصر ده يصبح فعلا مكان مفعم بالحياة؟ التحليل الجميل اللي عملته بسمة وزملائها وهم بيتكلموا على المعرض اللي موجود او المتحف او يعني ما اعرفش بالظبط ايه اللي هم عاملينه هناك، لكن انت بتشعري كأن الناس في ورطة، كأن المكان
مش مكان متفكر فيه تفكير عميق. وأنا منبهر بالمشروع اللي عملته المعمارية زينب محسن شلبي، اللي أنا معرفهاش الحقيقة، بس أرجوك يا دكتورة شيماء انقلي لها يعني شكري وتقديري وعرفاني بجهدها، لأن هي قدمت نموذج بالضبط اللي أنا طرحته في المحاضرة وللي إحنا عملناه في مشروع مبنى المطافي القديم في الدوحة. يعني الإضافات اللي عملاها المهندسة زينب لا تتصارع مع القصر القديم، لا تتنافر مع القصر القديم، وتتواضع أمامه وتنزل تحت الأرض، لكنها تقدم مجموعة من الأنشطة اللي ممكن تخلي المكان ده الناس بتروحه كل يوم ومنفعلة بيه، والشباب بيروحوا والعائلات بتروح والناس الكبار بتروح الصبح تقعد في الشمس تشرب قهوة. يحدث هنا ما أسميه أنا حالة انتماء ما بين المكان الأثري والمجتمع. إحنا إشكاليتنا الكبيرة اللي باينة جدا في التحليل اللي عمله جورج وجاسر في متحف الإسكندرية ومتحف المجوهرات، إن دي أماكن مش منتمية للمجتمع. يعني المتحف، أنا أقول مدينة زي إسكندرية بقيمتها وتراكم طبقاتها الحضارية، لغاية دلوقتي المتحف القومي بتاعها هو فيلا قديمة؟ هل ده يعقل؟ هل ده يعقل؟ يعني إسكندرية اللي فيها تراكمات حضارية مذهلة فوق الأرض وتحت الأرض وتحت البحر. طيب ما كانش يليق بالإسكندرية إن إحنا مثلا يعني مع كامل تقديري للكباري ما كناش وقفنا كوبريين ثلاثة وعملنا مشروع مسابقة معمارية لشباب المعماريين المصريين نعمل فيها متحف الإسكندرية القومي، ويصبح الفيلا دي تاخد حاجة تانية. أنا يعني شايف في تحليلات زينب وبسمة وجورج وجاسر كلام جميل جدا على فكرة إن المكان يعطى لي وظائف تقترب أكتر من المجتمع. يعني أنا نفسي فعلا إن مثلا قصر زينب فهمي، ما نتكلم مع الناس اللي حوالين المكان يمكن يقولوا لنا ده احنا كان نفسنا في مكتبة، ده احنا كان نفسنا في مكتبة ملحق بيها دار حضانة. احنا مش اصل احنا عندنا فهم شوية محدود ان اي وظيفة تسيء للعمل الاثري. لا، دي مش مقبرة توت عنخ امون، دي مباني اتبنت القرن اللي فات. يعني ممكن نرمم الارضية ونعمل، يعني حتى بعض المباني دي ما بيقولوا ان احنا رممناها بتطلع في الاخر انها وشين نقاشة. فاذا احنا يعني يجب أن ننتبه جداً لفكرة علاقة المباني بالمجتمع. النقطة الأخيرة اللي أنا مهتم بيها والدكتورة برضو شيماء أشارت إليها، المباني دي كلها مباني ذات أسوار، مباني بتعلن انفصالها عن المحيط، بتؤكد أن أنت لازم تخش من البوابة، لازم تعبر السور. أنا نفسي بعض هذه المباني كما نرى في بعض المدن الأوروبية والأمريكية تكسر الأسوار، السور يتكسر بحيث المجتمع يحس إن أنا ده أنا كنت بتمشى في الشارع، دخلت على الحديقة وطلعت السلم بقيت في ده السيناريو الأجمل، ده السيناريو الأصدق، لأن إحنا في الآخر كل الجهد اللي بيبذل ليس من أجل الحفاظ على مجموعة من الأحجار والأبواب، لكن من أجل أن نقول لمن يعيش الآن في مصر الجديدة ولا في الإسكندرية، الحاجات دي بتاعتكم، التاريخ ده بتاعك، المباني دي بتاعتك، تمتع بيها وتعلم منها. شكرا جزيلا. طيب هو في كان حد كان عايز يسأل، كان تقريبا قيس العمري. معاك المايك. السلام عليكم. سامعني؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قيس العامري مختص في الاثار الاسلاميه تحديدا في العماره من تونس، محافظ مدينه القيروان العتيقه. حقيقه هذه المحاضره يعني عن طريق الصدفه لقيتها على الفيسبوك، وأنا تشرف أني استمعت إلى الدكتور علي ولا الإخوة الذين يعني تحدثوا على مجال مهم حقيقة
بالنسبة لكل شعوب العالم وخاصة الشعوب العربية الإسلامية الذي يتمثل في العمارة التاريخية والعمارة التراثية. أود أن أضيف يعني بعض النقاط في شكل يعني طرح إشكاليات وربما الإجابة عن البعض يعني النقاط المتعلقة بهذه المحاضرة. شكرا لك يا دكتور على ما قدمته. ربما أن الشعوب العربية تختلف عن بقية الشعوب، وهذا من نعمة الخالق علينا بأننا نمتلك مولوث ثقافي وحضاري ومعماري متنوع يبدأ من الفترات القديمة مرورا بالفترة الوسيطة والحديثة وحتى المعاصرة، وربما وجود يعني بعض العمائر التي تعود حتى إلى الفترة الاستعمارية جزء لا يتجزأ من التراث الكوني والإنساني ولا يمكن دحضه، حتى وإن كان يعني تراث يمثل حقبة سلبية في تاريخنا العربي والإسلامي، ولكن لا يمكن أن ننفيه لأنه تراث في كل مكان وفي كل زمان. هو تراث لا يتعلق بفئة معينة أو بشعب معين، هو تراث كوني إنساني يجب أن نثمنه ونحافظ عليه في كل زمان ومكان كأمانة ونحافظ عليه للشعوب القادمة. فيما يخص مزج التراث المعماري بالتراث المعاصر هو أمر ضروري نتيجة لمتطلبات الحياة الاقتصادية والعصرية، وهذا أمر طبيعي، ولكن لا يجب أن يكون هذا المزج بين المعاصر والقديم يؤثر على الموروث الثقافي المعماري وطمسه أو فسخه يعني من ذاكرة الشعوب، لأنه التراث هو ذاكرة شعبية، والذاكرة الشعبية والمحافظة عليها ينمي يعني لدى الشعوب الانتماء إلى البلد والانتماء إلى الأمة والارتباط بالبلد وبهويته، وهذا أمر ضروري. ولكن المشكلة الذي نعاني منه في الشعوب العربية وفي الدول العربية هو أننا لا نقيم هذا الموروث التليد الذي يعني نمتاز به عن بقية الشعوب حتى الشعوب المتقدمة، ثم أننا لا نعطي قيمة لهذا التراث. فعملية الحفاظ بما يسمى الترميم هذا جزء من الحفاظ، ولكن يجب أن يكون الترميم ملتصقا بتوظيف هذه المعالم المعمارية ذات الصبغة التراثية. وعملية التوظيف هي عملية دقيقة يجب أن تجتمع فيها العديد من العناصر والمكونات والمختصين في كل في مجاله حتى يتم توظيف يعني المعلم المعماري أو التاريخي بطريقة يتماشى ويحاكي ذاك المكان الذي يعني يتضمن في خفاياه خصوصيات ارتبطت بتاريخ وبحقبة معينة. لذلك أرى أن قصر البارون هو أرى أنه تحفة معمارية ربما يعود إلى آخر الفترة الحديثة لا أعرف التاريخ أو الفترة بداية الفترة المعاصرة، ولكن هو يعتبر خصوصية يعني من خصوصيات المعمار الموجود في مصر، وربما يعتبر النموذج الوحيد من بين يعني النماذج الأخرى التي تنتمي إلى المعمار الإسلامي وغيره. فضرورة الحفاظ عليه وترميمه وكيفية توظيفه هذا أمر مهم، ولكن أرى أن عملية التوظيف في تقديري الخاص وفي نظرتي الخاصة أنها لم تكن حسب المقاييس التي يجب أن يكون عليها هذا المعلم، لأن المتحف لا يحاكي المكان بدقة، وصار في نوع من التشويهات، لا أحكي على يعني لون البناء أو، ولكن هناك بعض العناصر التي تم ترميمها أو إضافتها بشكل يشوه المعلم ولا يعطيه قيمة. كان يمكن أن في تقديري الخاص أن يتم توظيف هذا القصر والإبقاء على الوحدات المعمارية المكونة له وتقديم يعني مقدمات ولمحات عن الدور لكل وحدة معمارية داخل القصر، وهذا جانب مهم من تاريخ القصر. كان يمكن توظيف هذا المعلم في إطار يعني متحف معماري، لأننا في الدول العربية لم نشهد
مفهوم المتحف المعماري، بمعنى أنه يمكن أن يتم الإبقاء على القصر على حالته وتقديمه كنموذج معماري في فترة معينة ارتبطت بتاريخ مصر، وهذا أراه مهم. ثم في مشكل آخر نعاني منه أيضا، هو أننا نقدم ونسلم تاريخنا وتراثنا ومعمارنا إلى أيادي غريبة عن حضارتنا، وأيادي أعتبرها يمكن أن من مصلحتها فسخ تاريخ هذه الشعوب، ولا نعطي أهمية إلى كفاءاتنا وأبناء أوطاننا لتقديم أفكار يعني ومقترحات سواء في الترميم أو في عملية التوظيف. وأنا أدرك أن في أوطان العربية هناك العديد من الكفاءات والمختصين في كل مجال، يجب علينا أن نعتمد على أنفسنا وأن نقدم يعني البديل بأبناء أوطاننا، لأن الغرب كما يكن لنا العداء يعني في على عدة مستويات، هو أيضا يعرف ويدرك أن موروثنا التاريخي والحضاري هو نقطة قوتنا. لذلك نرى أن عملية تدخل الأجانب في ترميم أو توظيف في نوع من التشويه كما فعل المستشرقون يعني سابقا، ربما البعض منهم قد قدم يعني أشياء إيجابية، ولكن معظمهم أساءوا إلى تاريخنا وإلى تراثنا. حتى في عملية الترميم هناك يعني جرائم ترتكب في كل مكان من أوطان العربية في هذا المجال، وأرجو أني لم أطل عليكم، وشكرا على إتاحة هذه الفرصة لتقديم بعض النقاط. شكرا دكتور، وشكرا إلى السادة الحضور. شكرا جزيلا قيس. ومعنا دلوقتي أستاذ مبروك. نعم، السلام عليكم. الأستاذة مبروك الفلاح من جامعة عمر المختار من ليبيا. أولاً أشكركم على هذه المحاضرة، جزيل الشكر للدكتور علي ولجميع القائمين على هذه المنصة، بارك الله فيكم جميعاً. سؤالي للأستاذ، طبعاً مما لا شك فيه أن أصحاب القرار والمسؤولين يسعون دائماً لاستجلاب الخبرات الخارجية، طبعاً لهذا الأمر إيجابيات وسلبيات. نحن بالتأكيد نعلم أن هناك سيطرة شديدة على معايير التنفيذ والتجديد لديكم، ولكن هل استجلاب هذه الفئة ساعد في الحفاظ على الهوية العمرانية؟ هنا لا أقصد النمط فقط، بل أقصد المشاريع في حد ذاتها كروح للمشروع، سواء كان هذا للمشاريع المستحدثة أو للمشاريع القديمة. أريد إجابة من السيد دكتور، لمن تعطى الأفضلية هنا؟ هل للمصمم المحلي من نفس البلد أو من المصممين المستوردين يعني ذوي الخبرات العالية والأسماء المعروفة؟ وشكراً. مساء الخير، إزاي حضرتك يا دكتور؟ ألو؟ أيوة، أهلا وسهلا. ألو، مساء الخير، إزاي حضرتك يا دكتور؟ شكراً جداً على المحاضرة، وشكراً جداً على مجهود حضرتك، وشكراً لمجهود دكتورة شيماء، وشكراً لمجهود الطلاب. الحقيقة كانت محاضرة حقيقة ممتعة جداً. أنا كان عندي بس سؤال لحضرتك بعد إذنك، إذا سمحت يعني. أنا عايزة بس أنطلق من منظور النقطة محددة، هي الصراع ما بين الأصالة بقوالبها التراثية المعاصرة وتوجيهاتها الغربية. تمام، ومن هنا عايزة بس أأكد على دور النقد، وهو عبارة عن عملية التذوق بالحواس سواء بالعين أو بالأذن. ودور النقد الأساسي ما هو؟ بيقوم بعملية تحليلية وفكرية. ألو؟ ألو؟ ايوه، ودور الناقد الاساسي اللي هو بيقوم بعمليه تحليليه وفكريه علشان يقدر يستخرج مجموعه من الملاحظات
ويقدر يقيم المباني بعد استخدامها علشان نقدر نوصل لأفضل الحلول أو نقدر نوصل لرفع قيمة التصميم. ومن هنا أنا عايزة برضو أتكلم على نظرية هوراشيو اللي كانت في النص الأول من القرن 19، وإن هو كان بيتحدث فيها عن علاقة الفن بالمجتمع، وكان من ضمن مقالاته الشكل والوظيفة، وإن العمارة لابد أن هي ترتبط بالمجتمع، وده موجود في كتاب حضرتك اللي هو كتاب النقد المعماري ودوره في تطوير العمران. اللي أنا عايزة أعرفه من خلال حضرتك وابتدي أتكلم فيه في جزء المتاحف اللي اتعرض من خلال الطلاب، بالذات نوع هذه المباني اللي هي كانت قصور سكنية وابتدت إن هي تتحول فيما بعد إلى متاحف أو إلى أي وظيفة أخرى. الحقيقة النوع المباني ده مش موجود في مصر بس، موجود على مستوى العالم. وعلى سبيل المثال أكسفورد يونيفرسيتي ميوزيوم أوف ناتشرال هيستوري وزي متحف اللوفر مثلا. الحقيقة في طريقين مختلفتين أو مدرستين مختلفتين. لفتين لتطوير هذه المباني. الأول في العربية طلاب إنه بيبتدي ياخد نوع تاني ومدرسة أخرى اللي موجودة خارج مصر، اللي بيبتدي يدمج كتلة أخرى من الكتلة أخرى مختلفة تماما، وتبقى عادة من ماتيريالز تبقى وايد شوية زي الزجاج مثلا، ويبتدي يدمجها مع المبنى اللي موجود، بحيث إن هم يبتدوا يعملوا كجزء من محاكاة العصر الجديد أو العصر الحديث أو الناس أو المجتمع اللي موجود. عايز أعرف من خلال حضرتك ودور النقد هنا إزاي، مين الأصح ومين الأفضل ومين اللي من خلاله اللي نقدر نوصل بيه إن هو قدر يرفع قيمة التصميم وهذه المتاحف والأصول التقنية القديمة. شكرا جدا لحضرتك وشكرا للطلاب وشكرا دكتورة شيماء، وحقيقة أنا استفدت جدا وشكرا لكم جميعا. تحبي أعقب يا أمنية؟ طبعا يا دكتور. شكرا شكرا. اولا انا يعني بالترتيب عايشك اخويا قيس، عايشك، انا تونس احبها كتير، تونس يعني بلد رقية، وتونس هي اللي بدأت الربيع العربي، فتونس يعني تونسي وراسي عالي زي ما بتقولوا في تونس. وانا يعني انا متفق تماما مع العفو يا دكتور قيس، أنا متفق تماماً مع مداخلة حضرتك، وأنا يعني عندي عشق لبعض المدن التونسية اللي أنا يعني ربنا وفقني إني أزورها، ولو تسمح لي حضرتك لتأكيد كلامك وحتى لدعوة الزملاء هنا والطلبة والطالبات يطلعوا هذه الأشياء موجودة على الإنترنت، يعني مادة علمية رائعة. مثلاً لو بنشوف مدينة زي سيدي بوسعيد أخويا قيس، حاجة بديعة، وفيه أنا بقول مدينة سيدي بوسعيد في تونس مدينة فيها إرادة الحفاظ وليس فقط الحفاظ، يعني إرادة الحفاظ من حيث كيف يعني تتوافق كل الجهات، المجتمع والإدارات والهيئات والجهات المانحة وكل هؤلاء يتوافقوا من أجل أن يتم الحفاظ على شخصية هذه المدينة دائما، وتتحول إلى سياق دائما مفعم بالحياة. أنا أول مرة رحت تونس أخويا قيس، بعدين قلت لهم أنا لازم أروح أزور سيدي بوسعيد، بس عايزة أقضي فيها يوم وأمشي. رحت وقعت في غرامها، أجلت رحلتي أسبوع علشان أقعد أتمتع بهذا السياق المعماري، وزرت طبعا مدرسة العمارة والترميم اللي موجودة هناك لأتمتع بهذا السياق. أيضا أنا أؤيد حضرتك في فكرة التواصل الحضاري، وأنا اتكلمت عليها في المحاضرة، وأنا بعتقد مثلا مثال من الأمثلة البديعة في تونس، تونس العاصمة، لما بتتحرك حضرتك في شارع الحبيب بورقيبة وتنتهي بالبوابة التي تؤدي إلى المدينة العتيقة، أنا بشوف هنا وإنت بتتحرك في شارع الحبيب بورقيبة اللي هو يعني شبه ترجمة لشارع مثلا زي الشانزليزي والكولوني العمارة الاستعمارية مثلا اللي محيطة بيه من الجانبين، لكن تدخل في نهايته من بوابة المدينة العتيقة
وتصل إلى المسجد والمدارس والديوانيات وخلافه. فأيضا هناك يعني استمرارية حضارية من أجمل ما يمكن. الدكتورة مبروكة، يعني ربي يبارك فيك يا دكتورة، وليبيا من دول العزيزة علينا، وأنا يعني فخور بأن في يعني مستمعين ومشاركين من العالم العربي في فعالية اليوم. وتساؤل حضرتك أيضا تساؤل مهم جدا يا دكتورة، عن من يحافظ على مبانينا، من يصمم في سياق المدن العربية والشرق أوسطية، وهل المعماري المحلي يمنع المعماري العالمي، أو هل المعماري العالمي يمنع المعماري المحلي؟ أنا الحقيقة متفق مع حضرتك إن المعماري المحلي له قيمة، وأيضا المعماري العالمي في بعض الحالات وخاصة عندما يكون هناك تنافس بين المدن ورغبة أن يكون هناك بصمات للمعماري النجم، زي مثلا التنافس اللي كان موجود على زها حديد رحمها الله، أو ريم كولهس، أو نوفال، أو 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 أو. لكن أنا المعيار اللي أنا شايفه مهم جدا يا دكتورة مبروكة، وأنا شفته في مشروعات أو مارسته في مشروعات وخاصة في 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 قطر، هو حتى عندما يتم دعوة المعماري العالمي كيف نجبره على أن يستمع لصوت المعماري المحلي، كيف لا نستسلم له، كيف نقول له أننا نملك معرفة محلية تستحق أن تتعلمها، تستحق أن تتحاور معنا. يعني أنا لا يمكن أنسى ريم كولهس وهو بيعمل محاضرة في الأكاديمية المعمارية في كندا، وبيقول أنا تجربتي في قطر مختلفة عن تجربتي في باقي الدول، لأن قطر أجبرتني عن أن أستمع لهم، وبعد أن استمعت لهم تصميماتي كانت أفضل، طرحي المعماري والعمراني كان أفضل. فأنا اللي بحاول أقوله يا دكتورة مبروكة إن نحن كمعماريين عرب، معماريين شرق أوسطيين، معماريين محليين، علينا مسؤولية حتى عندما يكون المعماري العالمي مفروض علينا. هذه المسؤولية أن نفعل معه حوار، وأن نقول له نحن نملك معرفة محلية يجب أن تستمع إليها. ومشكورة يا دكتورة مبروكة، وإن شاء الله يبقى لينا فرصة نزور ليبيا. أنا زرت ليبيا مرتين وبحبها جداً، طرابلس والزاوية وبنغازي، وما شاء الله عليكم. أسماء برضو حضرتك طرحتي اطروحات جميلة جدا يا أسماء، وأنا موافق تماما على فكرة أن يعني أنا أدعو إلى أن احنا لا نرى الأصالة بعمقها وتعبيرها، نقيد للأصالة، نقيد للمعاصرة. أنا أتمنى أن نصل إلى حالة تصالح، وأن نجد المشروعات، أن يكون عندنا من الذكاء ومن الحنكة ومن الحكمة أن نجد المشروعات التي يمكن أن تستقبل هذا الحوار. ولذلك أنا أعجبت جدا بالمداخلة المعمارية اللي عملتها الأخت زينب شلبي، وده اللي يخليني يا أسماء شوية متناقض معاكي في فكرة أن الجديد بيتنافس مع القديم. لا، القضية دي قضية تصميمية، قضية فيها إحساس. لو تمكن المعماري من أن يقدم طرح جديد في سياق المبنى الأثري، لكن هذا الطرح لا يتصادم معه، بل بالعكس يتواضع ويصبح طرح شبه مختفي. يعني الإنجاز العبقري اللي عمله آيم باي في امتداد متحف اللوفر، إن هو اختفى، هو احترم القصر القديم، واحترم اللغة المعمارية القديمة، واحترم الفضاء العام المذهل للقصر، وبنى فقط هذا الهرم الشفاف الذي تقريبا لا تشعري به من شفافيته. ثم انطلاق ضخم جدا تحت الأرض لإضافات ولامتدادات للمتحف وخلافه. ده السياق اللي أنا بتكلم عليه في أن نتعامل مع الطرح المعاصر كامتداد للطرح التراثي الأصيل، دون أن يتنافر معه، دون أن ينقض عليه، دون أن يهاجمه، دون أن يقلل من قيمته. وهذا يحدث في مشروعات محددة، وليس يجب أن يكون في كل أنواع المشروعات الحفاظ والمشروعات التراثية. شكرا جزيلا.
شكرا دكتور علي. معلش في سؤال اتسأل في الشات من مهندس عمر، قال كيف نستطيع أن نقيم المزيف والأصيل بنهج محدد، وما هي الأداة لذلك، وهل الدمج المجتمعي هو المعيار؟ الصوت يا دكتور. الصوت. أنا الحقيقة أنا شك إن إحنا محتاجين نعرف إيه هو الأصيل وإيه هو المزيف. يعني واضح جدا أنا بتكلم على، يعني أنا بتكلم على بيت السحيمي ولا بيت الهراوي، ها، مقابل مثلا إن واحد بيعمل عند منطقة بيعمل بيت أو بيعمل مبنى إداري فيه شوية مشربيات مثلا. أما بتكلم على أنا عندي مقالة يعني ما شاء الله تشافت كتير قوي الحمد لله، اسمها متى يعلنون وفاة الفراعنة، كنت بتكلم فيها على الاستهلاك المبالغ فيه للعمارة الفرعونية وبصورة سذجة في بعض الأحيان. يعني نشوف مبنى زي مبنى المحكمة الدستورية، نشوف مبنى زي مبنى المعارض، حتى في لسه مشروع جديد كان طالع اسمه بيت مصر في فرنسا، برضو الواجهات عاملين عليها شوية نقوش فرعونية وخلافه. لكن اللي أنا بقوله بقى هنا إن أنا موافق الأستاذ عمر في فكرة أن التغلب على المزيف وتحويله من إن هو عمل سطحي ليس له قيمة قد يتحول إلى مكان له قيمة عندما يصبح أو عندما يخلق علاقة انتماء مع المجتمع. لو المجتمع بدأ يشعر إن المكان ده فيه وظائف أو فيه أنشطة أو فيه مجموعة من الفضاءات الحيوية اللي بتستقبل احتياجات هذا المجتمع، هنا تيجي القضية بقى المهمة. يعني علشان كده مثلا كنت بوري لحضراتكم مشروع زي مشروع مدينة الجميرة أو أجزاء من مشروع سوق واقف في قطر. كل هذه المشروعات مشروعات جديدة، ولأول وهلة ممكن الواحد يتهمها بأنها مشروعات مزيفة، لكن عندما تقتربي منها ونجد حجم التوافق في الأنشطة التي أتيحت للمجتمع والتي جعلت المجتمع يتحول تدريجيا إلى حالة غير مسبوقة من الانتماء لهذه الأماكن. يعني في ناس كتير قوي بتروح دبي دلوقتي، أول حاجة الناس تعملها لهم تقول لهم يلا وديكوا مدينة الجميرة، أوديكوا سوق البستكية ووديكوا مدينة الجميرة، قبل ما يودوهم برج دبي ولا برج العرب. في قطر هنا أول حاجة الناس بتعملها إنها تاخد الناس على سوق واقف وتتكلم على سوق واقف بنوع من أنواع الاهتمام والحب والفخ، وهم مدركين أن بعض مكونات السوق بنيت في آخر 5-7 سنوات، لكن التجربة الكلية واندماج المجتمعي والإحساس بالانتماء هو اللي خلق التجربة الجديدة. فأنا دي الاشتراطات أو دي الشروط والمعايير اللي تحول لنا أو تحدث لنا التوازن ما بين الأصيل والمزيف والمزيف الأصيل اللي أنا طرحته. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أخوي عمر. طبعا ده سؤال عميق جدا، ويعني كتب فيه كتابات ضخمة جدا
لكن أنا لو عايز أقدم لحضرتك يعني إجابة سريعة جدا ومختصرة، لأن حضرتك بالفعل قلت أمثلة بديعة، أمثلة على إن حد يتكلم على إن من أجل شق طريق أهدم نطاق أثري بالكامل، حتى لو أثري دي يقول لك مش متسجل عندنا أثار، وأنا هعلق على الموضوع ده، أو زي ما حضرتك بتقول في التوسعات اللي حصلت حول الكعبة في 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 مكة المكرمة. أهم شيء أنا عايز أشارك حضراتكم فيه هنا أخوي عمر هو سذاجة الإطار الزمني فقط لتحديد ما هو تراثي، وأنا بأؤكد على فكرة سذاجة هذا الإطار. يعني يقول لك مثلا إيه، مجلس الآثار في دولة معينة قرر إن أي مبنى اتبنى من 100 سنة يبقى مبنى أثري، ده مدخل شديد السذاجة، لأن أنا ممكن يكون عندي مبنى بني من 2 أو 3 سنوات فقط شهد مجموعة من الأحداث، شهد مجموعة من التجارب الإنسانية تخليه بقى شديد العمق في ذاكرة هذه المدينة أو هذا المجتمع. يعني أنا لما تيجي حضرتك تكلمني على مكان زي ميدان التحرير مثلا، أما تكلمني على شارع بورقيبة في تونس، أما تكلمني على ساحة التحرير في اليمن، ممكن تكون الساحة وما حولها عمرها الزمني 10-15 سنة مثلا، لكن حدث بها وقائع وأحداث ترقى بها إلى مكانة شديدة التميز في وعي المجتمع وذاكرة الأمة. إذن أنا اللي بدعو لي أخويا عمر هو أن نحاول أن نتجنب فكرة الارتكاز على الإطار الزمني فقط، يجب أن نتجاوز الإطار الزمني ونتحول إلى قيمة المكان، وعي الإنسان بالمكان، حجم التجارب الإنسانية التي حدثت في مكان ما يجعل الحفاظ عليه مهم جدا، ويجعل هذا الفصل في تاريخنا مع أنه فصل شديد الحداثة لكن يستحق الحفاظ ويستحق أن ينضم لتراثنا. ثم النقطة الأخيرة أخوي عمر، وهي يجب أن ندرك أن التراث مثله مثل الهوية، عمل ديناميكي متواصل، وبالتالي نحن نحافظ على تراث الأمس لكن أيضا نحافظ على ما ننتجه اليوم، لأنه أيضا مهم جدا جدا في وعينا غدا وبعد غد. شكرا جزيلا. دكتور كان يوم جميل جدا بصراحه، كانت امسيه رائعه. انا اللي ليا كل الشرف وشكرا على الدعوه. شكرا دكتور علي. كان في بس اخر سؤال من محمد، كان بيقول لماذا باوروبا لا نرى ناطحات السحاب ونرى عمارات حافظه للتراث؟ لا، هو في اوروبا ناطحات سحاب برضه، لا ده بالعكس، ده احنا بنبني ناطحات سحاب عشان نقلد اوروبا، لكن اوروبا عندها وعي فين نحط ناطحات سحاب وفين ما نعملش ناطحات سحاب، وأيضا في مدن في أوروبا بتشعر إن هي قيمتها لا تستمد فقط من أنها تملك مباني عالية. إحنا للأسف في المدن العربية وخاصة مدن الخليج، ودلوقتي بقينا بنقلدهم، وأنا عندي كتابات كتيرة جدا على ما أسميه ظاهرة دبيية المدن العربية، إزاي دبي تحولت إلى ماركة عمرانية نحاول أن نقلدها، وإحنا بنقلد دبي اللي هي دبي نفسها بتقلد نيويورك وسنغافورة وشيكاغو وخلافه. الجميل بقى لما بنروح مدينة زي بروكسل في بلجيكا ولا لوفن، أما بنروح مدينة زي مثلا أمستردام ولا روتردام، أما بنروح مدينة زي فيينا، ونكتشف أن المدن دي لا تسعى إلى الأعلى والأضخم، ولكنها تسعى إلى العمارة الإنسانية وإلى المقياس الإنساني الحميم. وبالتالي أنا شايف كلام حضرتك أيضا مهم جدا في إن نحاول إن إحنا نتمالك نفسنا، ويبقى عندنا من القوة ومن الإرادة إن إحنا نقول إحنا في مصر أقوى 1,000,000 مرة من إن إحنا يبقى عندنا برج عالي. أنا مش فاهم يعني إيه أعلى برج في أفريقيا، هي مصر محتاجة تبني أعلى برج في أفريقيا؟ مصر بلد عميقة وعريقة ومليئة بالإنجازات على مدار التاريخ، ولا تحتاج إن يكون عندها أعلى برج في أفريقيا، لكن مصر تحتاج إن يكون عندها أكثر الفضاءات إنسانية، يكون عندها مباني تخاطب الإنسان، يكون عندها مباني تخاطب المستقبل، وهكذا.
شكرا جزيلا. شكرا دكتور علي على المحاورة الجميلة دي، والحقيقة مبسوطين جدا بوجود حضرتك. شكرا جزيلا يا دكتور، ولينا لقاء اخر ان شاء الله في موضوع تاني اكيد، ومع حضرتك بكره برضو ان شاء الله تستفاد من علم حضرتك دايما ان شاء الله. يشرفني، وانا مره اخرى باكرر الشكر للعزيزة جدا الدكتورة شيماء، وأشكرها على اهتمامها بأننا أكون موجود معاكم، وأشكرك يا أمنية، وأشكر المهندسة أسماء، وكان لي كل الشرف، وأشكر كل المستمعين اللي سهرناهم لغاية دلوقتي واللي سألوا الأسئلة العميقة، وأخويا الدكتور قيس والدكتورة مبروكة من تونس العزيزة وليبيا العزيزة. شكرا جزيلا. الحقيقة احنا اتغدينا وتعشينا لبكرة كمان. أنا أستاذ الحضور إن في ندوة لدكتور علي بكرة إن شاء الله باسم التجديد المعماري، واللينك تم وضعه في الشات، وهيتم الشير على صفحة دكتور علي بالمحاضرة القيمة إن شاء الله يوم 8، صح كده؟ تم هو 8 يعني بكره، 8 يعني بكره أمنية. دلوقتي من دلوقتي استنيني يا دكتور في انتظارها. بس احنا كده متغدين لبكره يا دكتور، كده احنا هنتغدى السنه قدام. انا تحت امركم والله. الله يخليك يا دكتور، شرف لينا بجد.